أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهارده هناخد اللكتشر الأخيرة في الـ sensory part of the central nervous system بإذن الله، وهي lecture 8. وكعادتنا بنبتدي بحل الإكزام على المحاضرة اللي قبلها. السؤال الأول، أولا هو قال لنا هنا إن الـ choose one incorrect answer، يعني اختار إجابة الخطأ في كل حاجة دي. فالسؤال الأول regarding the gate theory of pain control، it's an example of post synaptic inhibition. دي أول واحدة غلط، يبقى هي دي المطلوبة، لأن هي pre synaptic inhibition. هل الجيت exists as substantial gatenosa of Rolandi اللي هو second order neuron of pain؟ صح. هل هو بي prevent release of P substance من central end of C fibers؟ صح. هل can be blocked by supraspinal or spinal impulses؟ صح. يبقى هنا واحد الإجابة الخطأ هي A. Regarding endogenous opioid peptides، they act on receptors coupled to inhibitory G protein. طب ما هو دام بيبتايد، قلنا البيبتايدز بتشتغل، خدناها في الاندوكراين، بتشتغل عن طريق نون جينوميك، عن طريق سيل ممبرين ريسبتور coupled to G protein، وهم inhibitory لانه بينهبت البين، يبقى 100% هم coupled to inhibitory G protein الريسبتور بتاعه. الاندورفينز ار ريليزد ات ذا سباينال كورد، لا هي دي الغلط. الانكفالينز هو الوحيد اللي بيطلع فوق سوبرا سباينال في البرين وسباينال، مش الانكفالينز، مش الاندورفينز. يبقى الاندورفينز خطا، الانكفالينز لو كانت انكفالين كانت بقت صح. داينورفينز اكت اون كابا ريسبتور، صح. They do not cross the blood brain barrier، صح. وعليه الإجابة الخطأ اللي هي المطلوبة تبقى B. السؤال الثالث regarding supraspinal analgesic system، هل السكند كومبوننت هو الرافي ماجنس نيوكليس اللي موجودة في اللور بونز والأبر ميدالة؟ صح. هل الثيرد كومبوننت هو spinal inhibitory interneurons؟ صح. هل الانهيبيتوري interneurons release سيروتونين؟ لا طبعا، بتريليس يا اما انكفالينز يا اما بتريليس قلنا الجابا، جابا امينو بيوتريك اسيد، لكن مش سيروتونين. فيبقى دي الاجابه الخطا هي سي وهي المطلوبه. انكفالينز ار ريليزد ات ذا برين اند ات ذا سباينال كورد، طبعا دي صح. السؤال الرابع سباينال امبلسز ذات كنترول بين ار كوندكتد الونج الـ A beta fibers، صح. along الـ A delta fibers، صح. الـ fibers بتريليس اهو encephalins و GABA، صح. it inhibits الـ fibers of fast cutaneous pain، لا هي بتنهبت الـ central end of C fiber، والـ C fiber ده بتاع الـ slow cutaneous pain، واحنا قلنا when you are talking about pain we are talking about C fibers. يبقى دي الإجابة الخطأ هنا هي دي وهي المطلوبة. Methods of treatment of pain includes electrical stimulation of large sensory fibers، صح. Prefrontal lobotomy، صح. Counter irritants، صح. Anterolateral cordotomy، خد بالك دي صح بس بقيتها بقى on the same side، لا عشان قلنا الكروت سنسيشن واللي هو اهمهم البين بيكروس في السبانال كورد، فما تقطع التراك في السبانال كورد البين هيفقد على الاوبوزيت سايد. يبقى لو حضرتك عاوز تضيع البين لازم تقطع الانترولاترال كوردوتومي اون ذا اوبوزيت سايد مش اون ذا سيم سايد، وعشان كده هي دي الغلط دي. وعليه الاجابات الخاطئه وهي المطلوبه. السؤال الاول A فور الفا
الثاني بي فور بيبي، الثالث سي فور كات، الرابع والخامس دي فور دادي. ده كان الجزء الاصيل والاهم زي ما قلنا في الموضوع بتاعنا. طيب النهارده احنا هنتكلم على موضوع لطيف كدراسة، يعني كدراسة حاجة لطيفة انك انت تدرس الامراض، الناس بتحب الامراض، كطبيب تحس انك بقيت دكتور، انما للمريض طبعا لا يمكن تبقى حاجة لطيفة. فيعني عاوزك تفرق، الحصة لطيفة لحضرتك بس، انما كارثة لمن يعاني من المرض. فهنبتدي Lesions of sensory system. أول حاجة هناخدها اسمها hyperalgesia، والكلمة من شقين، الجيزيا يعني ألم، hyper يعني مزاد، ألم مزاد، exaggerated pain sensation، أدي معنى كلمة hyperalgesia. في كم نوع من hyperalgesia؟ يوجد نوعان، يا primary يا secondary. حب الجدول فنعمل، هنفرق ما بينهم في جدول. البرايمري يعني هديك مثال للبرايمري قبل ما ابدا اتكلم، يعني زي ما بيبقى الجلد ملتهب عندك، اي التهاب في الجلد، حته ملتهبه في الجلد، حته فيها منطقه فيها دمل، خلاص، فبيبقى الجلد حواليها ملتهب انفليمد. طب هنا لو لمست المنطقه دي لمسه نورمال اللي ما بتعملش بين، بتحس سيفير بين، يبقى اذا البين ثريشولد لا. طب وفين بقى السايت اوف ليجن؟ السايت اوف ليجن في الريسبتورز، يبقى اهو عاوزك تتخيل كده، يعني سبوز انا عندي منطقه ملتهبه حمراء، وحتى اشهر اكزامبل للبرايمر هايبر الجيزيا، عارف اللي هو السام بيرن، لما بنروح واحنا اطفال كنا والواحد اول ما يروح للبحر عاوز طول اليوم يقعد يعوم ومش واخد باله ان ظهره وكتافه متعرضه لل شمس، فبيتحرق الجلد، يصبح النون بينفول، تيجي بالليل تلبس بلوفر تلبس جاكيت تحس بين. هو ده البرايمري هايبر الجيزيا. يبقى في الحاله دي بقى بنقول في البرايمري هايبر الجيزيا ان السكين بيبقى انفليم لونه احمر، والبين ثريشولد اقل لمس تحس بالم، زي في منطقه الدم تحس الم، يبقى البين ثريشولد قليل. وبعدين الليجن عند الريسبتورز، ده أول نوع اسمه برايمر هايبرالجيزيا وكلنا عانينا منه. نيجي للنوع الأخطر واللي هو في ما تشوفوش في حياتك، اللي هو السكندري هايبرالجيزيا. هنا ده بيبقى فيه يعني الديزيز مش في الجلد، الديزيز بيبقى في الثلمس أشهر واحد، فالسكين از نورمال. وبعدين بالعكس العيان اللي عنده ثلاميك سندروم ده بيحس بألم رهيب، حتى هنقولها دلوقتي اسمها اللودينيا، يعني حاجة لا يمكن أن تحتمل. الثلاميك سندروم ده هنتكلم عليه بعد شوية. أنا بحب أقول جملة حفظتها لأجيال يا أولاد، When I'm talking about pain I'm talking about C-fibers pain، البين هو بتاع C-fiber، When I'm talking about exaggerated pain Untolerable pain I'm talking about thalamic syndrome، واحد من ألعن الأمراض اللي بيبقى فيها pain رهيب. ساعات العام بيفكر to commit suicide، فحتى كنا بنعمله ضمن العلاجات prefrontal lobotomy. هنا بقى السكين normal لأن الليجن في الثلمس، السكين مش inflamed. وبالعكس البين بيتبع ظاهرة غريبة جدا all or none، يعني تشك العين شكة بدبوس مفروض انها painful للشخص العادي مش حاس pain، يبقى ليه؟ لان البين threshold بالعكس elevated high، بس once الشكة دي تخطت threshold يعني اقوى شوية تحسها ازيف a bullet كأنها رصاصة، يبقى البين threshold بيبقى elevated but once you feel pain it's always felt maximally، البين اول اور نان، يا ما تحسش خالص يا تحسها ماكسيمم. والليجن قلنا فين هنا في هذه الحاله؟ بيبقى في الثلمس، ومعاها ظاهره بقى يعني كارثيه اسمها اللودينيا. ايه الالودينيا دي؟ تعال نشوف، دي العن من الهايبر الجيزي، ده اكزاجيريتد بين ان ريسبونس تو تاتش.
خلاص يعني بين اكزاجيريتد ايفن، مش شرط تاتش. تصور العيان ده لو البريد اللي هو شويه نسيم هواء خبط في الجلد بين رهيب، اي حاجه مي بريفوك بين. الالودينيا دي ومعناها في اللاتين الو يعني اذر، دينيا يعني بين، يعني بين من نوع مختلف، نوع اخر من البين. بين نوت ريليتد لحاجه لها اي علاقه بالبين، زي ما بقول لك شويه هواء يعني تصه في الجلد بتاعك تحس الام رهيبه، اي تاتش اي حاجه. ده ساعات بتبقى بس مش عاوز تقول الكلام ده للزملاء الافاضل، تكون بتدوق حاجه بتشم حاجه تعمل سيفير بين، حاجه لا يمكن تصورها. ده الالودينيا اكزاجيريتد بين ان ريسبونس. اشهر حاجه التاتش طبعا، هنلاقيها في الثلاميك سيندروم، حتى بيسموا ده ديجيراين روزي سيندروم نسبه للاثنين اللي هم وصفوا الثلاميك سيندروم، ديجيراين وروزي، فيسموهم ديجيراين روزي سيندروم. ده بيبقى سنترال بين سنسيتايزيشن، يعني البين سنسيتايزيشن اثاره البين مش في الجلد، حاجه سنترال في السنترال نيرف سيستم في الثالامس. ده الالودينيا. وما ادراك ما الالودينيا؟ It is severe exaggerated pain. Episodes of severe pain. في الثلاميك سيندروم هنشوفه. يبقى هنا ده جدول لطيف قوي. لما يسالك الشافوي يعني ايه هايبرالجيزيا؟ تقول له يعني exaggerated pain. يسالك how many types of hyperalgesia you know؟ تقول له I know two types. Primary و secondary. قارناهم في اربع نقط. افتكر البرايمري اللي هي زي في منطقة الدمل أو في منطقة التسلخ لما بتتعرض للشمس في البحر فترة طويلة. يبقى هنا أول نقطة السكين انفليم. طب تلمس الجلد مش قادر تلمس الجاكيت، مش قادر تلمس المنطقة اللي فيها الدمل، يبقى البين ثريشولد إز لو. طب السايت أوف ليجن عند ريسبتورز النو ألودينيا، دي النقطة الرابعة. عكسهم هيبقى السكند هايبر ألجيزيا اللي هو الليجن في الثالامس، يبقى السكين مش انفليم نورمال. البين ثريشولد بالعكس هاي، بات وانس يو اكسبيرينس بين هتحسه اول اور نان، يعني ازيف ايبوليت شكت الدبوس ازيف ايبوليت. السايت اوف ليجن في الثالامس ومعاها الكارثه اللي سميناها الودينيا، اللي هي ايه الالودينيا؟ اكزاجيريتد بين ان ريسبونس تو تاتش، العم من الهايبر الجيزي. في الثلاميك سيندروم اللي هو ديجيراين روزي سيندروم، بيسموه الثلاميك سيندروم، اللي هو هنا البين سنسيتايزيشن سنترال، ودي لوحدها سؤال شافوي الالودينيا. طيب تقل تاني مرض يا اولاد، ندخل على البريفرال نيرفز. خد بالك بقى انا ماشي بنظام لطيف قوي، هدخل من النيرف وبعدين ادخل على السباينال كورد وبعدين اطلع على البرين ستيم ثالاموس كورتكس، يعني ماشي بترتيب تشريحي من بره لجوه. ابتدي بالبريفرال نيرفز. اول حاجه مونو نيوروباثي، كلمه واضحه، مونو يعني واحد، نيورو يعني نيرف، باثولوجي يعني خلل مرض، مرض في نيرف واحد، وان نيرف. اللي هو زي بدي مثال لطيف عشان تفتكره، لما حضرتك تكون بتشتغل بالسكينه وتروح في صباعك قاطع الديجيتال نيرف اللي هو بيغذي التيب بتدور ديستال فالينكس دي، تروح قاطع كده. طب الحته دي ملهاش نيرف سبلاي، يبقى هيحصل فيها ايه بقى؟ loss of all sensations في الaffected area. حتة اللي اتقطع لها النيرف دي ما فيهاش اي احساس. طبعا thank God ان النيرفز كان regenerate، هتريجنريت وتبقى زي الفل. ده اسمه مونو نيوروباثي، يعني نيرف واحد. نيجي بقى في حاجة اسمها بولي نيوروباثي، يعني اكتر من نيرف. بولي نيوروباثي يعني اكتر من كده، اللي هو زي في حالات البريفرال نيورايتس سموها، ودي مشهوره جدا في العيانين اللي عندهم مرض السكر، يجي لهم بريفرال نيورايتس. الليجنز في هذه الحاله يا اولاد بيبقى موجود في اول بريفرال نيرفز، في كل البريفرال نيرفز. سوري، يبقى موجود ان اول بريفرال نيرفز. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبتدي المرض ديستال وبعدين يدخل سنترال، يعني بيبتدي في الايدين والرجلين، الكفوف وفي الرجلين. تلاقي الاول فيه يعني زي نمنس، يعني تنميل وبعدين تفقد الاحساس، قلنا
من بره لجوه. انا عاوز بس اوريكم الصوره، فيها ليها صوره جميله كنت يعني عاوز اوريها لكم عشان تفتكر المرض كويس. اهو هوريك الصوره حالا دلوقتي، هنشوف الصوره اهي. ايوه هو ده بالظبط، شايف يعني الالم اللي حتت الخضراء بيبتدي في الفوت وفي الهاندز، ده بالظبط ده الوضع بيبقى بالشكل ده. فحتى يسموها اسم لطيف قوي، جلاف اند ستوكينج انستيزيا. جلاف يعني الجلاف اللي هو ايه، الجوانتي، والستوك اللي هو الشراب انستيزيا. يعني هنا بيبقى ليجن في اول بريفرال نيرفز، بيبتدي بتفقد كل الاحساسات خاصه الاحساس للبين، starting في الليمز الابر لور ليمز from distal to proximal، في منطقة الجوانتي في الايدين ومنطقة الشراب. وبعدين كل شوية تلاقي الجوانتي يعني كل ما المرض يتقدم الحتة دي فقد الاحساس، بعدين تزيد اكتر شوية، بعدين تزيد اكتر، وهكذا في الرجل تحت الاحساس دي. انا عاوز اعلمكم حاجة لطيفة قوي بنشخصها بطريقة سهلة قوي. لازم لما تختبر الاحساس في اي مريض you should compare between both sides، لازم تقارن الناحيتين. يعني ايه؟ يعني امسك دبوس كده انا المريض اهو، واقول له عيان حاسس هنا زي هنا، فحالات البريفرال نيورايتس يقول مش حاسس الاثنين، حاسس هنا زي هنا، لا هنا زي هنا، مش حاسس في الاثنين. وانس تعالى بقى خدها كده، حاسس لا مش حاسس، مش حاسس مش حاسس مش حاسس، حاسس جدا بالدبوس. يبقى فقط منطقه الجلاف اللي هي الجوانتي فقدت الاحساس، وكل ما المرض يتقدم الجوانتي ده ايده تطول اكتر، وهكذا منطقه الشراب. يبقى ده هنا التعبير بتاع البريفرال، تبقى عارفه كويس قوي، اللي هو البولي نيوروباثي او البريفرال نيورايتس. لازم تقولها اهو، هجيب التعبير لازم تقولها، اللي هي جلاف اند ستوكينج انستيزيا، بفقد كل الاحساسات في منطقه الجوانتي والشراب especially للبين، starting في الليمبس وتبتدي من الاخر from distal to proximal. وهتعرف ناس كتير من قرايبك اللي عندهم دايابيتس عندهم هذا البريفرال نيورايتس اللي هو البولي نيوروباثي. حتى انا فاكر يعني تعبير تملي يقوله المريض، كان يقول لي تصور انا ما ببقاش حاسس الشبشب هو في رجلي، يعني ما بيلبس شبشب مش حاسه، لدرجه ان واحد كان بيحب السواقه جدا صديقي، فلقيته جاب سواق هو عنده دايابيتس ميليتس وبريفرال نيوروباثي، فبقول له ليه؟ قال لي ان ما بحسش البدلات بتاع العربيه برجليا، فقدت الاحساس في الفوت. وطبعا انت عشان تسوق عربيه لازم عندك الاحساس في القدم، فهو ما عندوش احساسات في القدم، فعشان كده اضطر يتوقف عن السواقه. ده مشهور جدا في الدايابيتس ميليتس. يبقى تنسى بقى بولي نيوروباثي او بنسميها بريفرال نيورايتس. اهم تعبير ايه اللي حاطه لك باللون الاصفر، جلاف يعني جوانتي اند ستوكينج اللي هي الشراب انستيزيا، بتفقد كل الاحساسات خاصه للالم في منطقه الجوانتي والشراب، وبسهوله شديده يعني تشخصها. هات دبوس وشك العام في كف ايده، مش حاسس مش حاسس مش حاسس، لما تطلع فجاه كانه كان لابس جوانتي وانت عديت الجوانتي، اي اي اي، عند خط معين في الايد اليمين زي الشمال والرجل اليمين زي الشمال بالظبط. وكل ما يتقدم المرض تلاقي الجوانتي والشراب اللي هي المنطقه اللي فاقده الاحساس بتكبر. طيب ندخل بقى على نقرب على السباينال كورد، سباينال كورد ليجن. اول مرض اسمه هيربس زوستر. ده هيربس زوستر ده هو الفيروس بتاع التشيكن بوكس، بوكس اللي هو الجديري، تشيكن بوكس. عارف مرض الجديري؟ مش الجدري، الجديري ده هو نفس الفيروس بتاع نفس الحكايه دي اللي هو الهيربس زوستر ده. وهفهمك يعني ليه سموه هيربس زوستر، هتبقى عارف دلوقتي حالا. انما عاوز احكي شويه معلومات حتى للزملاء الاصغر سنا يمكن ما يعرفوهاش، ان المرض ده بيجي لعيان جاله قبل كده جديري وخف منه، يعني خف من الجديري، بس الفيروس بتاع الجديري بيعيش في السنترال نيرفس سيستم، يعني برغم انه خف. وكل شويه كده لما العيان يبقى اميونو سبريست، يعني لما المناعه بتاعته تقل، يحصل له الهيربس زوستر.
غالبا بيحصل مرة واحدة في الحياة بس، يعني آلام رهيبة بتاعت الهيربس زوستر، ونسبة حدوثه تقريبا مرة في العمر واحد في كل ثلاث أشخاص، خاصة في الأولد إيج. دي اعتبرها فقرة المعلومات العامة، إنه ده فيروس متعلق بالجديري، هو بتاع الجديري، يعني شخص جاله جديري قبل كده، بس الفيروس استقر في النيرفس سيستم ويجيله مرة تاني في العمر بنسبة واحد لثلاثة غالبا في الأولد إيج. طيب منين جابوا كلمة هيربس زوستر؟ هيربس في اللغة يعني كريبينج، بيزحف. زوستر يعني في منطقة الثوركس، الصدر. ليه بقى؟ خد بالك بقى المعلومات اللي علينا لازم نبقى حافظينها. هذا الفيروس بيصيب الدورسال روت جانجليون، اللي انا مشاور عليها هنا بالايه بالليزر. بيصيب الدورسال روت جانجليون. فين؟ غالبا في منطقة النك او الثوركس. وبعدين يكريب يعني يسحب كده في الانتركوستال نيرفز لحد ما يوصل للاخر، ويديك سيفير بين خلاص في الافكتنج درماتوم. ايه السبب بتاعه؟ انه بيعمل اكسايتيشن للجانجليونيك بين نيرونز، ان هو عمل اثاره للبين نيرونز اللي موجوده في الجانجليون. عشان عارف بيسموه ايه؟ سموه الحزام الناري، كانه نار، حزام من النار موجود يا اما في صدرك يا اما في رقبتك. تاني حاجة بيحصل راش، يعني طفح جلدي، وفيسيكلز فيها فلويد لونه أحمر. فيسيكلز فيها فلويد لونه أحمر، يعني برضو أحب إيه أوريكم الصورة، أتمنى تبقى عندي بتاعة القصة دي أهي. شيء رهيبة، اتفرجوا. ده الهيربس زوستر، الحزام الناري، سيفير بين، وهو هراش زي ما انت شايف، طفح جلدي وفيسك اللي هي مليانه فلويد، فيري ايزلي انها يعني تفرقع ويطلع منها هذا الفلويد. ده هنا في منطقه الظهر، حزام الناري اللي هو الهيربس زوستر. يبقى تاني معلومات اللي علينا ان ده فيروس، هو انهي فيروس؟ بتاع الجديري، التشيكن بوكس. خلاص، وعشان قلت عشان كده بقى معلومات للزملاء الاصغر سنا، ان هو العيان اللي جاله جديري وخف، الفيروس بيقعد في النيرفس سيستم ويجيب له المرض ده مره في العمر، نسبته في العالم 1 لـ3. يعني ايه كلمه هيربس زوستر؟ هيربس يعني كريبينج، بيزحف. زوستر في منطقه الصدر، لان هو بيبتدي هنا في الجانجليون يعمل اريتيشن للبين نيرونز، فيدي اتاكس اوف سيفير بين، اهو حاجه رهيبه جدا، عشان كده سموه الحزام الناري. وبعدين يزحف لحد نهاية المنطقة ويعمل راش، يعني طفح جلدي زي ما انت شفت، وفيسيكلز يعني حويصلات فيها مية easily evacuated، لأن الفيروس migrated along the axon terminal. ده قصة الحزام الناري اللي هو هيربس زوستر. يبقى اوعى تنسى في الـ MSQ الفيروس بيصيب الدورسال روت جانجليون، عشان ما تلخبطهاش مع اللي بعدها، وبيدي حاجتين، بين وراش وفيسكلز. طيب نيجي المرض اللي بعده، ما زلنا بره بقى على اعتاب السبينال كورد، اسمه تيبس دورساليس. تيبس يعني دامج، دورساليس لانه بيدامج الدورسال روت سنترال تو ذا جانجل، البوستيرو روت سنترال تو ذا جانجل. خد بالك الرسمه، ده كان فين؟ ده كان في الدورسال روت جانجليون نفسها، الهيربس زوستر، عشان بيلخبطك في الام اس كيو. انما التيبس دورسالس بيبوظ الدورسال روت، البوستيرو روت سنترال تو ذا جانجليون، ويسموه سيفيليتيك مايلوباثي. سيفيليتيك مايلوباثي، واضح من كلمه سيفيليتيك يعني ان هو مرتبط بايه؟ بمرض الزهري. خلاص، يبقى بيصيب ايه بقى؟ البوستيرو روت سنترال تو ذا جانجل، ومش بس كده، وكمان البوستيرو او الدورسال كولم في السباينال كورد، يعني دي وجوه بقى البوستيرو او الدورسال كولم اللي هو بتاع الفاين سنسيشن، فاين تاتش، فاين بريشر، فايبريشن، وابناء العمومه اللي هم البروبريسبشن. ده المنطقه اللي بيصيبها. انا عاوز احكي لكم شويه معلومات عامه عن مرض الزهري يا اولاد. السيفيليس اللي هو مرض الزهري، السيفيليس، خدناه في الارجان روبرتسون في الـ في الـ في الـ في الفيجن. ده مرض جنسي
مرض جنسي كان موجود في القرن الثامن عشر يعني بكثرة شديدة جدا. واللي قضى عليه طبعا واحسن علاج ليه اللي هو اكتشاف البنسلين. كل ده فقره معلومات عامه. العيان اللي بيجي له سيفلس بيمر بثلاث مراحل. برايمري ستيج عباره عن يجي له شنكر زي نديول كده على منطقه الاعضاء التناسليه. خدت علاج ما خدتش علاج بتخف. بس لو ما خدتش علاج بنسلين تدخل في السكند ستيج اللي هو عباره عن طفح جلدي. خدت علاج ما خدتش علاج تخف. بس لو ما خدش علاج هنا بقى في احتمال مش 100% تدخل في التيرشري ستيج. التيرشري ستيج ده بيعمل بيصيب كل دي معلومات عامه، بيصيب اهم جهازين في جسمك. الجهاز الدوري اللي هو الكاردو فاسكولار سيستم بيعمل حاجتين، ارتجاع في صمام الاورطة وضيق في شرايين الكورونري تعمل لك سادن ديث. يبقى يا اما ارتجاع في صمام الاورطه او ضيق في شرايين الكوروناري اوستيال ستينوزيس يعني ضيق في فتحه الكورونا تعمل صدم ديس او يصيب النيرفس سيستم اللي هو موضوعنا التيرشري اللي هو المرحله الثالثه. وده بيحصل بعد ايه؟ بعد عقود من البرايمري انفكشن. يعني تصور انت عملت العمله اللي مش لطيفه للمرض الجنسي من عشرات السنين وتاثيرها ظهر بعد عشرات السنين. يصيب السي ان اس يدي حاجه من اثنين، جنرال باراليسيس اوف انسين اللي هي جنون او تيبس دورساليس اللي هو موضوعنا. يبقى اتعلمنا عن التيبس دورساليس ده ايه، معلومات جميله خالص يا اولاد، ان ده سيفيليتيك مايلوباثي. مايل يعني سباينال كورد، بيصيب باثولوجي في السباينال كورد بسبب السيفيلس، سيفيليتيك مايلوباثي. تيبس دورساليس لانه بيدامج الدورسال روت والدورسال كولم، الدورسال روت سنترال تو ذا جانجلون والدورسال كولم الاثنين، بوستيرو روت اللي هي الدورسال روت والدورسال كولم، عشان كده سموه تيبس دورساليس، بيبوظ الاثنين دول، الدورسال روت سنترال تو ذا جانجليون والدورسال كولم. والمسؤول عنها على فكره جرثومه، برضو احب اقول لكم المعلومه دي جميله، اهي اسمها سبايروكيتس زي الحلزون كده، سبايرو زي الحلزونه، خلاص؟ لا هي بكتيريا ولا هي فيروس، حاجه ما بين البكتيريا والفيروس. يبقى كل دي فقرة المعلومات الايه؟ العامة، وهي معلومات جميلة خالص. هيحصل الاتي بقى، أنا عايزك تتخيل معايا. في التيبس دورساليس ده كأنك ماسك دبوس وعمال تشكشك الدورسال روت في منطقة اللامبو ساكرال، وهقول لك ايه اللامبو ساكرال اللي بتغذي رجلين. فيجي لك سيفير اتاك اوف تابيتيك بين، يعني الاريتيشن ده بواسطه السبايروكيتس يجيب لك سيفير بين ابيسودز، يعني نوبات من انتنس بين. ما هو يعني ربنا سبحان الله ده مرض جنسي زي ما قلت، فبيتوعدنا بعذاب في الدنيا وعذاب في الاخره. وقلت لك حاجه معلومه عن السيفيلس اللي هو المرض الجنسي بتاع القرن الثامن عشر والايدز بتاع الايام دي، الله لا يعاند، الاثنين بيتنقلوا كونجينيتال من الام للجنين، يعني يتفقد ذنوب الاباء في الابناء، لان الام يعني نفسها يحصل لها اي حاجه بس ابنها لا، بس كنتيجه لخطا الام الجنين بتاعها اصاب. يعني كاركتر غريبه قوي ان كل الامراض النفس الجنسيه المشهوره اللي هو السيفلس اللي بناخده دلوقتي الزهري واللي موجود دلوقتي، وعلى فكره ابتدى يظهر تاني لان في كورليشن ما بينه وما بين الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس اللي بيجيب الايدز، بتتنقل كونجينيتال من الام للجنين. الام تقول تجي لنا المرض بس ما يجيش لابني، لا ربنا خلاه كونجينيتال تنقل للابن، تمام؟ وبعدين بيتوعدنا الله بعذاب. فالمرض بدا بالريتيشن لل دورسال روت، هنا يدي سيفير بين ابيسودز اوف انتنس بين. طيب تخيل انت ماسك دبوس وعمال تلعب في الفايبرز، النير فايبرز بتاعت الدورسال روت، تتخيل مين اول فايبر هيتقطع؟ احنا عندنا A thick myelinated، B thin myelinated، وبعدين C اللي هي ام myelinated بتاعت البين. انا تملي بسال السؤال ده ويجي بعض الزملاء يقولوها غلط، يقولوا طبعا اول فايبرز هتقطع رفيعه C. لا، ربنا خلى الجرثومه دي السبايروكيتس بتاعت السيفلس تبتدي بالاي ثيك مالينيتد ثم البي الثيم مالينيتد، واخر فايبرز تضيع هي
السي فايبرز اللي هي الامينيتد، وبقول لها باسلوب لا ينسى، كان الجرثومه بتقول لهم وروني فين التخين اللي فيكم. فبتبتدي بالتخين، بتبتدي بال ايه اللي هي الثيك مانيتد، ثم البي، ثم السي. يبقى مين اخر فايبر هتتاثر؟ السي. انا في نظره خاصه لعبد الله وهي عميقه جدا، انه وراء الخلق خالق. يبقى المرض الاريتيشن بدا بسيفير بين هنا في الدورسال روت في اللامبو ساكرا ريجون، واخر فايبر هتتقطع هي السي فايبرز بتاعت البين. وكانما الغرض الالهي ان البين يلازم الشخص اطول فتره ممكنه، يعني يبتدي بالريتيشن وبين فايبرز، واخر فايبر تتقطع، مش ارفع واحده بتاعت البين، دي اخر واحده هي بتاعت البين خلاص، عشان البين يلازم الشخص اطول فتره. عذاب في الدنيا والاخره، ربنا توعدنا بعذاب في الاخره وعذاب في الدنيا. بنشوفها الامراض توري وجود الله يا اولاد، ده لسه هنشوف حاجات جميله خالص. طب طالب سالني مره، طب ازاي هي بتبتدي بال ايه الثيك مانيتد ثم البي ثين واخر حاجه تاخدها الام مانيتد؟ قلت له عارف ليه؟ لان ربنا خلق السبايروكيتس اللي هي الجرثومه بتاعت السيفلس اللي هي لا بكتيريا ولا فيروس، شاريها للمايلين شيس، عشان كده بتاخد كمان الدورسال كولم، لانه التراكتس في الدورسال كولم او في كل الكولمز تبقى مايلينيتد، فبتاخد التراكت بتاعت الدورسال كولم شاريها للمايلين شيس. طب يبقى اول فايبرز قطعت ايه يا اولاد؟ اتقطعت ال اي فايبرز اللي هي بتاعت ايه؟ قلنا ال اي بيتا دي بتاعت الدورسال كولم، ده احلى احساسات اللي هو فاين تاتش، فاين بريشر، فايبريشن، خليك بقى معايا في اللي جاي، والبروبريو سيبشن، احساس الحركه. فتلاقي العيان عنده حاجه في غايه الغرابه، يحصل له لخبطه في الحركات اسمها اتاكسيا. هناخد الاتاكسيا دي باذن الله في الترم الثاني. يعني ايه اتاكسيا؟ افتح ودنك بقى معايا. ان كوردينيشن اوف موتور اكشنز، يعني في لخبطه في الحركات. ان ابسنس اوف موتور ليجن، يعني الاستدراج غريب. انت عشان تحرك اي عضله محتاج تو نيرونز، ابر موتور نيرون بادئ من السيريبرال كورتكس لحد السباينال كورد اللي هو بيراميدال اكسترا بيراميدال، والانتيرو هورن سيل بالاكسون يسموها لوور موتور نيرون. لو قطعت دي او دي العضله تتشال. ايه رايك بقى في المرض ده؟ الابر موتور نيرون واللوور موتور نيرون زي الفل، ومع ذلك في لخبطه في الحركات، هو ده الاتاكسيا. هفصلها لاجيال. يبقى ما تعريف الاتاكسيا؟ ان كوردينيشن اوف موتور اكشن، الاستدراك. يبقى انا اتصور ادام في لخبطه في الحركات، ان كوردينيشن، عدم توافق في الحركات، يبقى في عيب في الجهاز الحركي. لا، يقول لي ان ابسنس اوف موتور ليجن. هنا ايه الوضع؟ العيان ده اساسا فقد الاحساس من رجليه. شوف، عشان كده ربنا جاب المرض في اللامبو ساكرا ريجون. تخيل بقى، هقول لك حاجه جميله خالص، مش عارف طبعا مش هتشوفوها لاني مش هقدر ابعد قوي، انما هتتخيل شويه. دلوقتي انا كده عشان ابقى ثابت رجليا كده على الارض، فانا لازم ابقى حاسس البريشر في رجليا، الفاين بريشر، حاسس ان الضغط هنا قد الضغط على رجلي الثانيه، فانا متوازن كده. تخيل هذا بقى المريض يا اولاد فقد الفاين سنسيشن من رجليه. احنا ما بنمشي بمشي احط رجلي، بحس ان الارض جامده تحتيها هتشيلني لاني حاسسها. تخيل بقى لو فقدت هذا الاحساس، انا مش حاسس حاجه في رجلي، اجي احط رجلي على الارض حاسس الارض رخوه هتنزل، انا مش حاسسها. فالحل اعمل ايه بقى؟ ان انا اتاكد الارض كويسه، بان انا امشي هاي ستيبج جيت، اي امشي كده، او ستامبنج جيت كاني ببع. يبقى هاي ستيبج جيت اور ستامبنج جيت. يبقى هنا الحركات غير متوازنه برغم ان الجهاز الحركي كويس. يسموها سنسوري اتاكسيا، انا فقدت الاحساس في رجلي، الفاين سنسيشن في رجلي، الفاين تاتش والفاين بريشر، مش حاسس رجلي. فبيبقى بحط رجلي على الارض بحس انها تهوى بيا لاني مش حاسس رجلي. فالحل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اخبط جامد في الارض، فيسموها هاي ستيبج، يعني خطوات عاليه، او ستامبنج، بطبع في الارض. انا عندي تامل خاص في الحكايه دي.
هو ليه ربنا خلى المرض في اللامبو ساكر؟ لانه مرض جنسي. حتى الواحد لما يقول لك على حاجه وحشه يقول لك المشي البطال، المشي البطال. يبقى عشان هذا الشخص، تخيل في القرن الثامن عشر ما كانتش الشوارع يعني بيفد مرصوف، كانت شوارع ترابيه والرذيله مرتبطه بالليل. فالشخص حتى لو فكر يعاود الرذيله تاني هيمشي غصب عنه، ما هو ما بيحسش الارض وبالليل مش شايف، يبقى هيمشي يخبط عشان يتاكد الارض كويس، يبقى هيستامب، هيعلم خطواته. فتقدر تقول الشخص ده خرج من هنا راح هنا. ده لسه انت عشان من نعم الله التي لا تحصى، انك وانت واقف كده you can maintain your posture مظبوط بثلاث حاجات: الفيجن والود الفيستيبيول والسنسيشن في رجلين. ان انا لما بحس ان انا جاي كده اكتر، يعني في ضغط هنا، اجيب نفسي كده، كده اكتر اجيب نفسي كده. يبقى كام حاجه بتحتفظ بالبوشر بتاعك؟ ثلاثه: فيجن، فيستيبيول، اند سنسيشن. قال لك لازم يبقى عندك اثنين على الاقل عشان تحتفظ بالبوشر ده. طب الشخص ده فقد السنسيشن، يبقى فاضل له مين؟ الفيجن والفيستيبيول. قول العام ده غمض عينك، يغمض عينه كده ومش حاسس رجليه، تلاقيه راح واقع على طول على الارض. يسموها بوزيتيف رومبرج ساين، بوزيتيف رومبرج ساين. العيال اللي بايظ عنده السيريبيلا من يجي له الترم الجاي، لا تقول له غمض عينيك، اه يقدر يقعد واقف كويس، لان ستيل الفيستيبيول والسنسيشن مظبوطين. عاوزين شرح معتبر في كام حاجه تخليك تحتفظ بوضعك. ثلاثه: الود، الاذن اللاسمعيه، الفيستيبيول، والفيجن، والسنسيشن. هو فقد السنسيشن، الدورسال كولم بتاع الفاين سنسيشن والدورسال رود ده بدا التخين اللي فيه الاي بيتا فايبرز، ما عندوش احساس في رجله. فاول حاجه هيطلع من بيته ويمشي ماشي بطال هنعرف راح فين، لانه غصب عنه عشان يحس الارض شايلاه هاي ستيبج اور ستامبنج جيت. ورذيله مرتبطه بالليل، صح؟ فلما هيحاول حتى يخرج ليه النفط عاوز يعلم، مش شايف ومش حاسس، يروح واقع. خلاص، بوزيتيف رومبرج ساين. عشان كده في التكس بوكس يكتبوها جمله جميله قوي، مش يقول لك بوزيتيف رومبرج ساين، يقول لك ذيس بيشنت سيلدم جوز اوت باي نايت، ما يقدرش يخرج بالليل. لان بالليل في القرن الثامن عشر ما كانش فيه الاضواء دي، الشارع مش منور، يبقى مش شايف. خلاص، وفي نفس الوقت مش حاسس، فلو خرج هيقع. طب هتقول لي يخرج ماسك شمعة، اهو يبقى الفيستيبيول شايف، غصب عنه هيعلم هو ماشي ازاي اللي هي ستامبنج جيت. هل دي مصادفات؟ هل دي سيمتومز بتاعت مرض طبيعي؟ قلت لكم هامتعكم باذن الله في التيبز دورسالس. يبقى تعالى نقول تاني التيبز دورسالس. قلنا تيبز يعني دامج، دورسالس لانه في الدورسال روت مش الجانجل، ما تلخبطش، الفيروس هو اللي كان في الجانجل، في الدورسال روت والدورسال كولم. دورسال روت ودورسال كولم اللي هم فيهم اهم الحاجات الفاين سنسيشن، وفي انهي منطقه؟ اللامبو ساكرال، عشان يبطل المشي البطال اللي بتغذي الرجل. طيب، وقلت المرض يبتدي شقين، في الاول فيه نقعد بقى بعد ما مثلناها نشوفها مع بعض على الورق. يبقى التيبس دورسالس اللي هو دامج للدورسال روت سنترال تو ذا جانجرين والدورسال كولم، ده الليجن فين. طيب، سيفيليتيك مايوباثي، المرض فيه حاجتين، واحد واثنين. اول حاجه لازم ربنا يعذبه، اريتيشن، اللي هو السبايروكيتس اللي هي لا فيروس ولا بكتيريا تيريتيت الدورسال روت. سيفير بين، ايبيسودز يعني نوبات اوف انتنس بين. طب اتصور، طب هنقعد يعني دبوس عمال العب في الفايبر، مخي يقول لي ان اول فايبر هتتقطع ارفع واحده السي، لا ده هو اول واحده بتتقطع احلى واحده، فين التخين اللي فيكم؟ الاي بيتا الاي فايبر اللي هو ستيك مانيت اللي هي بتاعت الفاين سنسيشن، ثم البي فايبر، ثم السي فايبرز. ايه العظمه دي؟ طب ليه يبقى اخر فايبر اتاخدت يمين؟ السي. يبقى المرض ابتدى بالريتيشن ببين
And the last sensation to be lost is pain بتاع C fiber. يبقى ابتدى pain كانت تيجي الارتيشن واخر فايبر هتقطع بتاعت البين. يبقى كأن الغرض الالهي ان البين يلازم المريض اطول فترة ممكنة. طب نمرة اتنين هيحصل دامج. نبتدي بمين؟ بالاي بيتا فايبر بالاي فايبرز عموما اللي يهمنا احنا فيها الاي بيتا. انما طبعا كل الاي بيبوظ اللي هو الثيك فايبرز الاول. فده هيؤدي لحاجتين. تخيل واحد فقد الاحساس من رجليه. يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيمشي غصب عنه عشان يتاكد الارض هتشيله يرفع رجله ويدبها في الارض جامد فيسموها ادم بيرفع رجله هاي 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 ستيبج جيت او ستامبينج. بيعلم في الارض. ليه بيعلم في الارض؟ لان الارض ما كانتش مرصوفه في القرن الثامن عشر. يبقى ممكن تشوفه ده خرج من هنا راح هنا. علم خطواته المشي البطال بان على الارض لان الشارع ما كانتش مرصوفه. يسموه هاي ستيبج جيت او ستامبينج جيت. ده يسموه سنسوري اتاكسيا. قول لي ما هو تعريف الاتاكسيا؟ قلتها لك كلمتين جمال قوي هنقولهم في الترم الثاني باذن الله. ان كوردينيشن اوف موفمنتس يعني عدم توافق الحركات. الحركات متلخبطه فمخي يقول لي الموتور سيستم بايز. لا يستدركني يقول لي ان ابسنس اوف موتور ليجن ان ابسنس اوف باراليسيس. لا في ابر موتور نيرون ولا اللور موتور نيرون فيهم ليجنز. يبقى ان كوردينيشن ان ابسنس ان كوردينيشن اوف موفمنتس ان ابسنس اوف موتور ليجن. في كم نوع من الاتاكسيا؟ في اربع انواع. ادي اول نوع فيهم اللي هو بناخده سنسوري اتاكسيا. يبقى العيان هنا حركاته ملخبطه ليه؟ عشان مش حاسس سنسوري جلي اللي هو التيبز دورسالس. وموجود نفس المرض في البرنيشس انيميا لان بيبوظ الدورسال كولم. ممكن يبقى سيريبيلر اتاكسيا زي في النيو سيريبيلر ليجن. ممكن يبقى فيستيبولار اتاكسيا زي لو الفيستيبيول بتاع الودن بايظ. والنوع الرابع ميكسد اتاكسيا اللي هو هناخده دلوقتي حالا في الثالامس. في الثالامس بيبقى حاجتين مع بعض السيريبيلم والسنسيشن فيسموها ميكسد اتاكسيا. ده الموضوع الاتاكسيا ده موضوع كبير في الترم الثاني بس خدنا فكره ان الاتاكسيا ان كوردينيشن ان ابسنس اوف موتور ليجن. بقينا تروحها ازاي؟ بطريقتين. اتاكسيا دي هاي ستيبج او ستامبنج يعني بيطبع جيت ونمى اتنين قلت له طب اقف وغمض عينيك. قلت عشان تحتفظ بنفسك واقف لازم عندك ثلاث حاجات اتنين من ثلاثه سلال الفيجن والودن الفيستيبيول والسنسيشن. طب هو فاقد السنسيشن من رجليه مش عارف انهي رجل ضغط على الارض اكتر او اقل يغمض عينيه كمان يروح واقع على طول بوزيتيف رومبرجز ساين. هنلاقيها دي بقى مش موجوده في العيان الغلبان بتاع السيريبيلم لانه ده مش مرض جنسي في السيريبيلم ملوش ذنب فيه. فلو غمض عينيه يقعد واقف زي الفل. طبعا رومبرجز ده الساين دي رومبرجز نفسه عاش ما بين سنه 1795 و 1873 يعني حاجه قديمه قوي. شايف اهي في نفس فتره الزهري. وتالت حاجه موجوده عند العيان برضو الارجال روبرتسون بيوبل. فاكر خدناها ان البيوبل التي لا تستجيب لللايت بيوبل that does not constrict with light but constricts with accommodation. عاوز يقرا يهتدي يقرا لكن لما تدي له ضوء مفيش constriction يدخل الضوء ويدي له سيفير بين في الاي. بين 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 ليه؟ لانه مرض جنسي. ربنا زي ما هنشوف في الامراض اللي جايه يورينا رحمته لانك مالكش ذنب في المرض. لكن هنا ربنا بيورينا النقمه مش الرحمه لانه مرض جنسي بتاع القرن الثامن عشر اللي هو السيفيليس الزهري. والنهارده عندنا الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس اللي هو بيدي الايدز. وقلت المرضين للزملاء في فقد المعلومات العامه بينتقلوا congenital من الام للجنين. تصور يعني خطا الام يعاني منه الجنين. يتفقد الله ذنوب الاباء في الابناء سبحان الله. ان ده يؤلمهم اكثر الم بقى الم نفسي. طيب نلخصها تاني. المعلومه الاولى عن التيبز دورسالس سببه السيفيلس. قلت انهي مرحله ما عليكش الكلام ده انت تعرف سيفيلس بس سيفيلس خلاص ينطقوها سيفيلس اللي هو التيرشري ستيج اوف سيفيلس ويسموها سيفيليتيك مايلوباثي في المرحله الثالثه اللي هي قد تحدث ديكيدز بعد عقود من المرض الاصلي. المعلومه الثانيه بيصيب ايه؟ الكلمه واضحه تيبز يعني دامج دورسالس
طب انت عندك الدورسال حاجتين، فبيصيب الدورسال روت سنترال تو ذا جانجليون والدورسال كورن اللي هم بتوع الفاين سنسيشنز. دي تاني معلومه فاقد معلومات عامه قلتها لك، لو هو بكتيريا ولا فيروس، مش هنعد المعلومه دي، هو سبايروكيتس حاجه بين الفيروس والبكتيريا وشكلها كده. طب تالت حاجه هيعمل ايه؟ الاول هيريتيت الفايبرز وبعدين يعمل لها دامج. لما يريتيت مين اكتر فايبر تتاثر؟ السي فايبر بتاعه البين، يديك سيفير بين، ايبيسودز اوف انتنس بين. طب بعد كده الفايبر تقطع، الدامج. دي كانت المفاجاه مدويه، ان انا توقعت ان اول واحد يتقطع ارفع واحد. لا، هو قال لهم فين التخين اللي فيكم؟ بدا بالاي ثم البي واخر واحده السي. وهنا اتعلمنا حاجتين في الخلق الالهي، ان اخر فايبر هتقطع السي اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الكرونيك بين، بيرنينج بين. وان وي ار توكينج اباوت بين وي ار توكينج اباوت سي فايبرز بين. يبقى المرض بدا ببين واخر فايبر هتتقطع البين، يبقى عذاب في الدنيا والاخره. ان انا بدا بانهي واحده؟ الاي فايبرز اللي هي بتاعت الفاين سنسيشن من رجلين. وكان الغرض الالهي واضح، انه فقد احساس التاتش والبريشر والبروبريسبشن في رجلين، اللي هو ضمن ثلاث حاجات بيساعدوه على انه يبقى متزن، الفيجن والفيستيبيول والسنسيشنز فروم ذا فوت. فعش كده لو غمض عينيه مفيش فيجن ومفيش سنسيشن، يروح واقع بوست فرومبرج ساين. خلاص، عشان كده يقول لك ايه، شوف التعبير اللي انا جبته من تكست بوك جميل، يقول لك ذيس بيشنت في اوانها سيلدم جوز اوت باي نايت. الرذيلة مرتبطة بالليل، حتى الواحد يغني يقول لك يا ليل، مش هيخرج بالليل، لأن قلت في القرن الثامن عشر ما كانتش الشوارع منورة، يبقى ربنا أكبره إنه ما يخرجش بالليل ومش شايف. طب عاند وخد شمعة عشان يبقى شايف، هيمشي ماشية رهيبة، مش حاسس رجليه، مش حاسس الأرض هتهوي بيه، فيروح في رافع رجله ويرازعها في الأرض عشان يتأكد، يقوي الإحساس الضعيف. ما هو الاحساس مش بيبقى منعدم تماما، منعدم تقريبا، فيقويه ازاي بقى في رجليه؟ يعني احساس ضعيف قوي، يقويه بانه يرفع رجله ويدبها في الارض جامد، يبقى هاي ستيبج اور ستامبنج جيت. في القرن الثامن عشر كانت الشوارع مش مرصوفه. يبقى بيعلم خطواته، تقول خرج من هنا راح هنا، تعرف المشي البطال راح فين. عشان كده المرض قلنا في المشي البطال، لم سكر، مصادفات دي استحاله. يسموا ده الجيت الغريبة دي، المشية الغريبة دي اللي هي هاي ستيبج جيت أو ستامبنج جيت، اللخبطة الرهيبة في الحركات دي يسموها أتاكسي. هنسألك ما هي تعريف الأتاكسي، هتبقى عارفها في الترم الثاني. In coordination of motor actions in absence of motor lesion. يبقى in coordination in absence of motor lesion. وأنواع الأتاكسي قلنا sensory زي اللي خدناها دلوقتي، فقدان الإحساس هو اللي خلاه يمشي المشية دي في رجليه، زي في التيبس دورسالس وزيها في البرنيشس انيميا بتبوظ دورسال كولم. سيريبيلا زي في النيو سيريبيلا منيش. فيستيبيول تبقى فيستيبيولار اتاكسيا، وفي الثلبس هناخد ميكس اتاكسيا. طيب تالت حاجه هتبقى عنده كنتيجه للدامج بتاع البريتكتال نيوكلس، في يجي له ارجايل روبرتسون بيوبل، ان البيوبل داز نوت كونستريكت ويز لايت، فاللايت يدخل يقلمه، لكن كونستريكت ويز اكوموديشن، عاوز يقرا ويهتدي يقرا. بصوا يا ولاد، دائما ابدا بقول الناس بتقول لي بنسمع منك الفسيولوجي ديفرنت عن اللي في الكتب. هذا ليس مبعثه الى العبد الله، انما مبعثه شيء واحد، انني اؤمن بانه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. حتى المرض زي ما وعدتكم يري، يظهر وجود الله. اقعد جمع الحاجات دي مع بعض كده، المرض يبتدي ببين واخر فايبر تتقطع بتاعت البين ليلازمه اطول فتره، ويبتدي بالدامج بتاع الفايبر بتاعت الاحساس، وفين في اللامبو ساكرا بتاعت رجليه، فلو مشي هيمشي ماشي لازم يطبع خطواته، نعرف جه منين راح فين، وما يخرجش بالليل لانه لو فقد الفيجن بوزيتيف رومبرج ساين. البيشنت فولز وين هي كلوزز هيز اي. فانتهى لك ليه؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ والله لا يعاند، ينتقل من ام للجنين. عملنا البنسلين وعالجنا السيفلس، علاجه البنسلين، ربنا جاب لنا الايدز الهيومن اميون ديفيشنسي فايروس، وبرضه كونجنتال.
عندما يكون الإنسان هو السبب في مرضه نرى النقمة. تعال بقى نشوف في الصفحة اللي بعدها الرحمة. طيب ندخل بقى جوه السبينال كورد. عندي مرضين الاثنين رير، بس هما تيبيكال بتفهم منهم الامراض اللي هتاخدها في الجهاز العصبي اللي هي اكثر يعني شيوعا، بس دول فيهم معلومات اكتر فهموك اكتر الدنيا. اول مرض اسمه سيرينجوميليا. ايه سيرينجوميليا ده؟ اتس رير ديزيز زي ما انت شايف. سيرينجوميليا ده انت عارف في نص السباينال كورد في السنترال كانال. هم كاتبين في بعض الكتب عندنا وهذا خطا انه دايليتيشن اوف ذا سنترال كانال اوف ذا سباينال كورد. لا، هو مش اتساع في السنترال كانال، هو في سيستيك فورميشن جنب السنترال كانال. مش هتفرق في الفهم هل السنترال كانال اللي اتسعت ولا فيري كلوز للسنترال كانال الكون سيست، مش فارقه. فانا مش همسك في دي واتصدر، بس عشان لما تقرا في يوم الام تكست بوك محترم تقول الدكتور ناجي علمنا صح، قال لنا انها سيستيك فورميشن في السنتر بتاع السباينال كورد. طيب الحقيقه انا لقيت نفسي لما برسم الرسمه العرضيه يعني ترانسفيرس سيكشن بالعرض ما بتفهمش جابوا منين اسم المرض، وانا بحب الترمينولوجي قوي. فاثرت ان انا اعمل حاجه مختلفه يا اولاد، ان انا ارسمها لك. ادي السنترال كانال اهي، وفي منطقه معينه هنا بقى في السيرفايكو ثوراسيك، يعني فاكر التيبس دورساليس كان المشي البطال كان في اللامبو سيكرا، انما ده فوق في السيرفايكو ثوراسيك ريجن. سيرفايكو ثوراسيك ريجن اهي السنترال كانال اهي، حصل لها دايليتيشن او جنبيها كون سيست. ايه رايك المنظر ده؟ شكل ايه ده؟ شكل حقنه. عشان كده سموا المرض سيرينجوميليا، حقنه في النخاع الشوكي. مايليا يعني سباينال كورد. يقول لك الان عنده مايلايتس يعني التهاب في النخاع الشوكي. مايلايتس زي ما خدنا سيفيليتيك مايالجيا يعني السيفيلس بيصيب النخاع الشوكي الدورسال كولب. فمايلو يعني سباينال كورد، فسيرينجوميليا يعني في حقنه في النخاع الشوكي. ادي النخاع الشوكي كان في حقنه هنا. طيب يبقى هم كاتبينها خطا وايدنينج في السنترال سباينال كانال، وهذا اتفقنا انه خطا. هو في سيست فورميشن نير السنترال كانال، نفس الافكت فين؟ في السيرفايكو ثوراسيك ريجن. دي المعلومه الاولى. طب هيحصل ليجن لمين يا اولاد؟ تعالوا نفكر مين بكام بيكروس قدام السنترال كانال؟ الكروت سنسيشن اللي هي مين؟ البين والتمبرتشر عن طريق اللاترال سباينو ثالاميك، خلاص، والكروت تاتش والكروت بريشر عن طريق الفنترال سباينو ثالاميك. يبقى الفايبرز اللي بتكروس في السباينال كورد اللي بتكروس قدام السنترال كانال الدايليتيشن ده هيقطعها. وانا علمتها لكم علمتها لاجيال، اوعى تنسى. الكروت سنسيشن بحرف السي هي اللي بتكروس في السنترال كانال، وعشان كده هتفقد على الكونترالاترال سايد. طب نيجي الافكتس. انا اتعودت افهم الطلبه الافكتس بثلاث جمل. بحب النظام جدا، ما عشقت مثل عشق النظام. اول تقول لي مين الاحساسات اللي هتفقد، دي الجمله الاولى. على انهي سايد؟ هل هتفقد على الاوبوزيت سايد ولا على السيم سايد ولا اون بوث سايدز؟ يبقى التحديد الافقي، الاحساسات دي هتفقد على نفس ناحيه الليجن ولا الناحيه الثانيه ولا على الناحيتين. ثم التحديد الراسي، هل هتفقد ات ذا ليفل اوف ذا ليجن، عند مستوى ليجن، ولا اباف ذا ليفل اوف ذا ليجن، ولا بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن. وتعلم انا دلوقتي ما بدرسكش فيسيولوجي بس، انا بدرسك امراض باطنه، خلاص، امراض باطنه. في امراض الباطنه لازم في اي ليجن في السنترال نيرف سيستم تقول ثلاث جمل، ايه اللي هيفقد، وتحدد افقيا على انهي سايت، وتحدد راسيا على انهي ليفل. تعالى ناخد تطبيق جميل لهذا المرض، فكر معايا. يبقى في هذا المرض اتقطع التو تراكس اللي بيكروس في السباينال كورد اللي هم بتوع الكروت سنسيشنز، اللي هم اللاترال بتاع البين والتمبرتشر والفنترال بتاع الكروت تاتش والكروت بريشر. يبقى تيبيكال يقول ايه للطالب اللهبل؟
اللاترال اتقطع يبقى لوس اوف بين اند تمبرتشر، والفنترال اتقطع يبقى لوس اوف كروب تاتش وكروب بريشر. وده اللي كاتبه بعض الناس على فكره، وده خطا هنا حتى. يعني ايه يا بابا؟ يعني دلوقتي هنا الفاين تاتش لم يفقد، يبقى ازاي اقول ان انا فاقد الكروب تاتش وانا عندي فاين تاتش؟ يعني ازاي عرفت ان انت فاقد الكروب تاتش وانت عندك اللي احسن منه اللي هو الفاين؟ يعني ازاي العين هيجي يقول لك انا فاقد الكرود اللي هو بورلي لوكالايز بس محتفظ بالفاين اللي هو ويل لوكالايز تاتش؟ مفيش عرض زي كده طبعا. فمعظم الكتب المحترمه هنا بتكتب لوس اوف بين اند تمبرتشر بس، مع ان احنا فاهمين ان الفنترا بتاع الكرود تاتش كرود بريشر اتقطع، بس الدورسال كولم اللي فيه فاين تاتش وفاين بريشر سليم لورا ما اتقطعش. يبقى لا يمكن هعرف ان انا فاقد الكروت تاتش وانا عندي الاحلى منه الفاين تاتش والفاين بريشر. عشان كده اللي هعرفه بس ان انا عندي لوس اوف بين اند تمبرتشر، لوس اوف بين اند تمبرتشر. طيب تعالى بقى هنا على انهي سايد؟ احنا كنا قلنا الكروت سنسيشن، الكروت سنسيشن بتفقد على الكونترا لاترال سايد سي مع السي، بس هنا انت في السنتر، اللي جاي كده هيتقطع واللي جاي كده هيتقطع، عشان كده هتفقد للاوائل اون بوث سايدز. طب وعلى انهي ليفل؟ بص معايا اهو، ده السنترال كانال اهي، حته سودا وحته حمراء عاملها وبقت دايليتد في المنطقه دي. اللي بيعدي فوق الليجن طول عمره بيعدي وما تقطعش. طب واللي بيعدي تحت الليجن طول عمره بيعدي وما تقطعش. يبقى مين اللي هيتقطع بس في الحته اللي عند الليفل اوف ذا ليجن اللي حصل فيها دايليتيشن؟ يبقى هفقد البين والتمبرتشر في بوث سايدز at the level of the lesion. واحنا قلنا الـ level of the lesion بيبقى ايه يا اولاد؟ قلنا بيبقى cervical thoracic عكس التيبز دورسالس. cervical thoracic هوريك رسمة حلوة قوي اهي، احب الرسمة قوي. يبقى في لو ده العيان لعقد سرينجو مالية، يبقى فقد الـ pain والـ temperature on both sides اهي اللي باللون الرصاصي. معلش الرسمة دي انا بستخدمها في مرضين، خليك في اللون الرصاصي مالكش دعوة باللي تحت ده. سرينجوميليا بتاعت اللون الرصاصي، هفقد البين والتمبرتشر اون بوث سايدز على الناحيتين ات ذا ليفل اوف ذا ليجن. يبقى في منطقه الجاكيت، بس جاكيت قصيره شويه، عشان كده اقول لك ان انا عندي جاكيت سنسوري لوس، يعني فاقد الاحساسات في منطقه الجاكيت. اللي جايه بقى هي اللي عليها النمره اوف ديسوشيتد تايب، مفروض احساسات الجلد ثلاثه يا اولاد، بين وتمبرتشر وتاتش. انا فقدت مين؟ البين والتمبرتشر، لكن ما فقدتش التاتش، لان التاتش بقى ما بيعديش قدام السنتر كانال. التاتش ده الفاين تاتش كان في الدورسال كولم وما بيعملش كروسنج تحت. قلنا الاحساسات الايبي كريتيك، الايبي بتعمل كروسنج فوق فوق في المظله، فالفاين تاتش از بريزيرف. يبقى كان بص معايا احساسات الجلد ثلاثه، بين وتمبرتشر وتاتش، فانا فقدت البين والتمبرتشر وابقيت التاتش، عشان كده حصل ما بينهم ديسوشيشن، يعني اتنين فقدوا وواحد فضل في احساسات الجلد اللي هو مين؟ الفاين تاتش. تعالى بقى انا هذا المريض عشان اوريك الشيء الرائع. يبقى عندي سيرفايكو ثراسيك هنا، يبقى في منطقه الجاكيت، فاقد البين والتمبرتشر اون بوث سايدز ات ذا ليفل اوف ذا ليجن. فلو انا المريض ده وتجيب لي دبوس وتقول لي حاسس حاسس تيجي في منطقه الجاكيت حاسس بين؟ لا حاسس منطقه الجاكيت بس ما فيهاش بين، برضه الناحيه الثانيه حاسس منطقه الجاكيت مش حاسس حاجه بالدبوش حاسس. يبقى منطقه الجاكيت فاقده البين، البين والتمبرتشر لا سخن ولا ساقع، انما سبحان الله مش حاسه بين، مش حاسه سخونه وساقعه، لكن تلمسني اقول لك حاسس فاين تاتش. شوف هنا تشوف رحمة ربنا، لأن المريض ملوش ذنب، أفقدوا البين والتمبرتشر وأبقالوا التاتش اللي هو أهم حاجة الحاسة الخامسة. قلت لو الواحد فقد البصر بيقرا بالتاتش، ففقد البين والتمبرتشر ولم يفقد التاتش، أبقالوا ربنا الإحساس اللي من أهميته وضع ضمن الحواس الخمسة. إحنا نقول السبيشال سنس أربعة،
والناس بالفطرة تقول خمسة وتحط لها التاتش اللي بيديك كل تضاريس الأشياء اللي بتعملها في حياتك، ماسك حاجة بتعمل حاجة حاسسها جامدة مش جامدة، وإيفن لو فقدت البصر هتعتمد عليها. فربنا أفقدنا البين والتمبرتشر، ولكن هنا نرى الرحمة وأبقى التاتش. شوف العظمة، شوف العظمة. إذا كان الفسيولوجي يري وجود الخالق، فالأمراض تري أكثر وجود الخالق، حيث نرى النقمة لما تبقى المرض أنت سبب فيه، والرحمة لما تبقى لا يد لك فيه. فقدت البين والتمبرتشر وأبقيت التاتش، مش حاسس بين لكن حاسس تاتش. إيه الروعة دي؟ إيه العظمة دي؟ تعال بقى نقولها تاني. سترينجوميليا، سؤال نظري مهم والسؤال فيه أولاد، حب نمشي بنظام. يبقى ايه اللي حصل في المرض؟ خلينا نقول زي ما هم عاوزين، widening of central spinal canal. احنا قلنا لا، الصحيحة هي كتبها لك تحتها، في cystic formation near central canal. في اي منطقة؟ السيست في السيرفايكو ثراسيك ريجن فوق. طيب طب الليجن ده هيدامج ايه؟ اللي بيعدي قدام السنترال كانال اللي هم اللاترال والفنترال سباينو ثلاميك بتاع الكروت سنسيشن. يبقى كان مفروض اقول هفقد ايه لو انا قبلها؟ اللاترال هفقد بينو تمبرتشر. طب والفنترال؟ كان مفروض اقول الكروت تاتش كروت بريشر، بس انا الدورسال كولم لم يتاثر اهو، مفيش اي حاجه فيه، اللي هو فيه فاين تاتش وفاين بريشر، فعشان كده ما صحش تقول لي خالص. طب على انهي سايد؟ اللي جاي كده اتقطع واللي جاي كده اتقطع، يبقى بوث سايدز، هذا هو التحديد الافقي. طب على انهي ليفل؟ اللي عند الليفل اوف ذا ليجن، اللي فوق طول عمره بيعدي وما اتقطعش، واللي تحت طول عمره بيعدي وما اتقطعش، اللي قصاد الدايلتيشن بس هو اتقطع، يبقى ده ليفل اوف ذا ليجن. يبقى ليها منطقه ايه بقى؟ على الناحيتين في منطقه ليجن، منطقه الجاكيت. فيبقى عندي جاكيت سنسي لوس، فقدت الاحساسات في منطقه الجاكيت كلهم، لا 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 البينو تمبرتشر بس، لكن رحمه ربنا لرحمه ربنا ابقينا التاتش. عشان كده اقول لك اوف ديسوشيتد تايب، ذا بيشنت لوست البينو تمبرتشر، لكن الفاين تاتش از سبيرد از ريتيند. ايه العظمه دي؟ سيرينجو مايليا، حقنه في النخاع الشوكي. نيجي ناخد المرض اللي بعده ولاد، برضو رير، اتس ا براون سيكوار سيندروم، اللي هو غالبا بيبقى سببه واحد في الحرب، خد طلقه، خد شظيه قنبله وفاتت في نص السباينال كورد بس، يعني هيمي سيكشن اوف ذا سباينال كورد. ساعات يقول لك انكمبليت سيكشن في السباينال كورد، هي هي براون سيكوار سيندروم. بس برضو اتس ا رير ديزيز، لان غالبا الواحد لما بيقع من ارتفاع او حاجه بيتكسر الفيرتيبرا كولوم بيتقطع كل السباين كورد وبيبقى الشلل في كله. انما هنا افرض الشخص خد ليجن قطع نص السباين كورد بس، يعني ثلاثة تراكس بس. تعال نفكر، انا قلت لك بقى معلومه مهمه قبل ما ابتدي اشرح، ان يا اولاد الفاين سنسيشنز قلنا الابيكريتيك الابي يعني فوق علوي، الابيكريتيك سنسيشن بتاع الدورسال كولم بتكروس فوق في المضلة، يبقى ما فيش كروسنج في السباينال كورد، يبقى بقطعهم في السباينال كورد افقدهم على الابسي لاترال سايد. احفظها، حاجه من اهم المعلومات اللي علمتها الاجيال، القطع في السباينال كورد هو الاشهر. ليه؟ لان السباينال كورد شاب قد ايه، انما فكره فرصه ان يتقطع في البرين ستيم قليله جدا، البرين ستيم صغير، نمرة اتنين أي لخبطة في البرين ستيم طيارة الريسبيراتوري والكاردوفاسكولار سنتر حضرتك موت، مفيش عيان أساسي غالبا. طبعا في ساعات ما بياخدش السنتر، عشان كده السباينال ليجن أكتر واحدة اللي كبيرة. فكر ليه دول أكتر حاجة ممكن تحصل؟ شازيا جات غالبا هنا أكتر من نتيجة هنا، ثم هنا لو خدت السنتر موت. فقاعدة مهمة جدا، إن الإبيكريتيك اللي هما الفاين بيكروس فوق، الناس العلويين يكروس فوق في المظلة، وعليه لو قطعت التراكس في السبان كورد يفقدوا ان ذا ابسي لاترال، يبقى الابيكريتيك يفقدوا على الابسي لاترال. بينما الكروت سنسيشن اللي هم البينو تمبرتشر بتاع اللاترال سبينو ثلاميك، والكروت تاتش وكروت بريشر بتاع الفنترال سبينو ثلاميك،
دول بيكروس في السباينال كورد وبعدين يطلعوا، بيكروس في السباينال كورد وبعدين يطلعوا. يبقى لو قطعت التراكس في السباينال كورد هتفقدهم على الكونترالاترال سايد، يبقى الكرود بحرف السي على الكونترالاترال بحرف السي. من اهم المعلومات اللي تاكدت ان كل واحد سمعني في حياته حافظها مع حياه، قطع التراكس بتاعت الكرود في السباين كورد تفقدك على كونترالاترال سايد اللي هم اللاترال فينترال سباين ثالاميك، لانهم بيكروس في السباين كورد. انما بتوع الابي كريتيك عكس الكرود ابي، يعني احساسات هايله، بيكروس فوق. الناس المحترمه اللي فوق يكروس فوق في المظله، يبقى مفيش كروسنج في السباين كورد. يبقى اما تقطع التراك اللي هو الدورسال كولم تفقدهم على الابسي لاترال، يبقى الابي كريتيك على الابسي لاترال، ابي كريتيك على الابسي لاترال، ابي كريتيك على الابسي لاترال. انما كروت سنسيشن على الكنترولاتر، لان اهم مانيفستيشن هي اللي بيلو ذا ليفل اوف ذا ليشن، تحت الليفل اوف ذا ليشن ده اهم مانيفستيشنز. طيب انما احنا عايزين ناخد الفول مارك اهو الليجن هنا، وعامل لها رسمه ما تخافش جميل. النص السيجمنت ده فيه سيجمنت كامله، هو ده السباينال كورد، دي السيجمنت كامله، النص ده اتهرست اهي باظ. فهنقول المانيفستيشنز ات the level even في above the level، بس دي ملهاش قيمة قوي، وبيلو the level وبيلو هنقسمها on the same side on the opposite side. يبقى في manifestation on the opposite على الناحية التانية، طبعا انت فاهم الكرود، وفي manifestations on the same side على نفس الناحية. هنا same side هي اللي خدناها above the level و at the level وبيلو the level، ويبقى البيلو هو الأهم يا ولاد. above و at ده عشان بس تاخد full mark وكلام ملوش قيمة. above the level يعني مفروض أباف يحصل، مش مفروض يحصل حاجة، بس طبعا الليجن ده أولاد عبارة عن دامج للتيشو وبليدينج وإريتيشن للأعصاب أباف ذا ليفل، يعني الأعصاب أباف بتبقى إريتيتد بالدم والفايبر تيشو. فأباف لو لمستني عندي هايبر ألجيزيا، حتى حلوة في الحفظ، أباف عندي هايبر، ماشي على بعض، أباف وهايبر يعني أعلى خلاص، أباف ذا ليفل عندي هايبر ألجيزيا، لو لمستني أباف ذا ليفل عندي هايبر ألجيزيا. طب نيجي قد ده ليفل برضه تافهه، ليه؟ لانه الايفكت محدود جدا، حته الجلد الصغيره اللي سبلاي دي بالسيجمنت اللي اتهرست دي فقدت كل الاحساسات، يبقى لوس اوف اول سنسيشن في الكورسبوندينج درماتوم ده بعد السيجمنت ده، والعضله اللي سبلاي دي بالانتير هورن سيلز اللي في السيجمنت دي هتتشال، ماسل باراليس. نوع النيرون اللي باظ هنا مين؟ انهي نيرون اللي باظ؟ مش الابر اللي باظ، هو اللور موتور نيرون. يبقى عندي لور موتور نيرو ليجن ادى الى شلل العضله في المنطقه، يبقى برضو ادى ليفل التاثير محدود جدا. السيجمنت دي الاحساسات اللي بتاخدها والعضله اللي بتشغلها مش شغالين. اهم حاجه بقى يا اولاد بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن، هنا بقى العظمه الالهيه. بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن قلنا الفاين سنسيشنز اللي هم فاين تاتش فاين بريشر فايبريشن، ومعاهم احساسات الحركه البروبريسبشن، هيفقدوا ان ذا سيم على الابسي لاترال. فاكر الابيكريتيك كانوا على الابسي لاترال، انا هيهمني فيهم فقط تحت الليفل فاين تاتش فاين بريشر فايبريشن، ومعاهم البروبريسبشن. واقول لك ليه كتبت البروبريسبشن هي الوحيده مع ان كله فقد. طيب اون ذا كونترالاترال سايد قلت بقى هنا الكروت كده صح بتكروس في السبان كورد وتطلع، فما تقطع هنا تفقدها على الاوبوزيت سايد، يبقى هفقد الكروت سنسيشن اون ذا كونترالاترال اللي هو اهمهم مين بقى؟ البينو تمبرتشر. طب واحد يقول لي بس الكروت تاتش والكروت بريشر هيفقدوا، اه بس هنا ما فقدتش الفاين تاتش على الكنترولاتر، في فاين تاتش، فازاي اقول ان انا فاقد كروت تاتش نفس الفكر وكروت بريشر وانا حاسس فاين تاتش وفاين بريشر؟ فيبقى اللي هيفقد اساسا هو البينو تمبرتشر. اه نظريا انت البينو تمبرتشر في اللاترال فقد على الاوبوزيت، والكروت تاتش والكروت بريشر فقدوا على الاوبوزيت، بس في الاوبوزيت في فاين تاتش ما فوقتش وفاين بريشر، فانسى حكايه كروت تاتش وكروت بريشر. نيجي بقى الحته العظيمه اللي احبكم تشوفوها، عظيمه برضو في تامل خاص لعبد الله. ده سنسوري مانيفستيشنز، بس في موتور مانيفستيشن، ان حضرتك لما تقطع هنا انت قطعت الابر موتور نيرون، ما احنا قلنا كل عضله عشان تتحرك اهو باللون الاسود بقى، في ابر موتور نيرون جاي من فوق وفي لور موتور نيرون. فانت ما قطعت هنا العضله هتتشال، لانك قطعت مين؟ الابر موتور نيرون. شوف العظمه الالهيه، ربنا خلى الابر موتور نيرون بتاع الحركه
يكروس في المضلة مع الفاين سنسيشن، لأن الفاين سنسيشن من ضمنها إحساسات الحركة. يعني الموتور سيجنالز اللي هي بتحرك والسنسوري سيجنالز اللي بتحسسني إحساسات الحركة اللي هي البروبريسيبشن، هما الاثنين يعني ايش سوا موت سوا ماشيين مع بعض، هما الاثنين يكروس في المضلة. يبقى ما عملوش كروسينج فين؟ في السباينال كورد. يبقى لما اقطع هفقد الحركة واحساسات الحركة on the epsilateral side، يعني هفقد proprioception هي اقرا معايا، وparalysis في نفس الناحية. طيب يقول لي فاهمنا اكتر، افهمك وما تخافش في الاخر هخليك عارفها كويس قوي، احنا قربنا نخلص. سبحان الله، انا عايزك تتخيل، تتخيل انا المريض ده واتقطع عندي نص الاسبان كورد هنا، فقلت نفس الناحيه دي ما فيهاش احساسات حركه، فاين سنسيشن خلاص. تخيل بقى الرجل دي لو فيها حركه وما فيهاش احساسات حركه، والعكس هناك ما فيش احساسات حركه وفي حركه، كانت تبقى كارثه. ربنا جمع الخسائر مع بعض، يعني الرجل دي مشلوله وفاقده احساس الحركه، لا بتتحرك ولا عندها احساس حركه. فكر فيه، هو هي ما بتتحركش يلزمها في ايه احساس الحركه؟ فربنا الخسائر كلها جمعها في الابسيلاترال سايد. هذه الرجل مشلوله باراليسيس وما فيهاش بروبريسبشن احساس حركة. لا يلزمها، هي مشلوله مش عاوزه بروبريسبشن. بينما ابقالك الرجل الثانيه بقى زي الفل، بتتحرك وفيها احساسات الحركه. ما هو لازم يبقى عشان احرك واعرف موديها فين لازم عندي احساس الحركه. دي اول نقطه. جميل. تاني نقطه جميل، ان نوع الباراليسيس هنا بيبقى ابر موتور نيرف ليجن، يعني بيبقى الرجل فيها هايبرتونيا في الابر. هبقى احفظها لك في الترم الثاني، فيها هايبرتونيا يعني الرجل بتبقى مخشبه، يعني الرجل ما بتتحركش مشلوله وفقد احساس الحركه بس مخشبه. انا لو رجلي مقطوعه خالص عاوز عكاز، ربنا حولها لي العكاز وانا بمشي برجل التانية دي، دي اللي بتمشي الرجل التانية. طب دلوقتي لما هركز على الرجل دي، تخيل هي دي الرجل اللي بتتحرك زي الفل، هركز فيها، انما دي مشلوله وفقد احساسات الحركه وربنا حولها لي الى عكاز. لما هضطر بقى طول مركز على دي اللي بتتحرك هيحصل فيها بين. لما تركز على رجل واحدة أصبية فربنا أفقدك فيها البين، ما فيهاش بين وتمبرتشر، شيء رائع. يبقى شوز ذا ميرسي اوف جاد، من حيث إن ربنا خلى الإبسيلاترال بتفقد الإبيكريتيك اللي مضمونهم إحساسات الحركة، دي أول واحدة. وخلى إن السيجنال الموتور سيجنال برضه يفقدوا على الإبسيلاترال، يعني إحساسات الحركة والبروبريسبشن اللي هو احساسات الحركه والموتور سيجنال هما الاثنين ماشيين مع بعض، يكروس في السباين في المضله، يبقى ما يعملوش كروسنج في السباين كورد، يبقى يتقطعوا مع بعض يا يقعدوا سلام مع بعض. فالرجل اللي تفقد الحركه تفقد احساسات الحركه، يبقى جمعنا الخسائر. يبقى الرجل دي لا فيها حركه ولا فيها احساس حركه، انما اوكي وهي شوف العظم هو مخشبه عشان تستخدمها كعكاز، تستخدمها كعكاز. انما مين الرجل السليمه؟ الرجل الثانيه دي بتتحرك فيها احساسات حركه، بس طبعا لما تقل عليها هيبقى فيه بين، فربنا افقدك فيها البين ويل تمبرتشر. تعال بقى اوريها لك في صوره جميله وصغيره اهي. ده هذا المريض اللي انا كنت بتكلم عليه في البراون سيكوار. يبقى الرجل دي اولا قلنا ات ذا ليفل اوف ذا ريجن، الحته دي بس ات ذا ليفل اوف ذا ريجن السيجمنت اللي اتهرست دي لا فيها احساسات والمصل ساعتها مش شغاله، ودي حاجه تافهه ملهاش قيمه. نيجي بقى الرجل دي اللي هي في نفس ناحيه الليجن اهي رقم 2، الرجل دي فيها باراليسيس مشلوله فقد الحركه وفقد الفاين سنسيشن اللي من ضمنهم البروبريسبشن احساسات الحركه. يبقى الخسائر اتجمعت في رجل لا في حركه ولا في احساسات حركه، حتى الاثنين بحرف البي هنا بارالايزد وما فيهاش بروبريسبشن، لان الاثنين كانوا بيكروس في المضله، بيكروس في المضله. يبقى لما تقطعهم في الاسبان كورد يفقدوا الاثنين على نفس الناحيه، يبقى نفس الرجل لا بتتحرك ولا في احساسات حركه. فكر فيه، الرجل ما بتتحركش
يهمها في ايه احساسات الحركه. احساسات الحركه اذا كانت هي اوريدي ما بتحركش يبقى الخسائر اتجمعت في رجل واحده بما يري رحمه ربنا. تمام؟ ومش كده وبس، ونوع الباراليسيس هنا بيبقى قطعت الابر موتور اللي بيخلي فيها تون زياده هايبرتونيا، فتبقى مخشبه كانها عكاز. ايه العظمه دي؟ اه ما فيهاش حركه ولا حسيت حركه بس بتستخدمها عكاز معكز عليها. طب حضرتك بتمشي بمين بقى؟ برجل الثانيه دي. في الناحيه الثانيه فقط في الكونترالاترال فقدت الكروت تاتش اللي هم مين؟ الكروت سنسيشن اللي هم البين والتمبرتشر. يبقى الكونترالاترال فقد البين والتمبرتشر، فهتمشي عليها هتتعب هتتوجعك. لا ما تخافش لانها فاقده للبين ويل تمبرتشر، which showed the mercy of God. طالب سألني سؤال، انت ليه راسم الليفل اوف ذا ليجن هنا اوطى شويه؟ وعدتكم هجاوبكم عليها الحصه دي، لان انا قلت كروت سنسيشنز اهي يا اولاد البين والتمبرتشر بتكروس في السبان كورد، بس ما بتعملش كروسنج في نفس الحته الليفل في نفس السيجمنت داخلتها. بتطلع الاول عن طريق حاجه اسمها الساور ستراكت، فاكر كنا قلنا البين الكروت سنسيشن بيدخلوا عن طريق اللاترال ديفيجن اوف ذا دورسال كولم ويأسند فيو سيجمنتس عن طريق الستار ستراكس يوصلهم للسبستانشال الانوزا برولاندي اللي هي السكند اوردر نيرون ويكروس هنا. اذا لو انت قطعت هنا يبتدي فقدان الاحساس مش هنا، يبتدي فيو سيجمنتس بيلو بسبب الستار ستراكت، بما يثبت برضه انه وراء الخلق خالق. يبقى اللوس اوف بين وتمبرتشر اوطى شويه من اللوس اوف فاين سنسيشن والباراليس. ليه؟ بسبب الساور ستراك ده، انه الفيرست اوردر نيرون بتاع البينو تمبرتشر بيطلع فيو سيجمنتس عن طريق الساورز يروح للسكند اوردر نيرون اللي هو سبستانشال نيرف اوف لاند بيكروس هنا. طب هنا اتقطع السبان كورد، يبقى هفقد البينو تمبرتشر بس مش على نفس الليفل، هفقده اللي هنا لما يتقطع جايب من تحت شويه. فعشان كده يبقى كاني سبيرد، كاني حافظت على فيو سيجمنتس. ده فكره الساور ستراكت. يبقى ده البراون سيكوار سيندروم، ده ملخصه اللي هو المهم. في البراون سيكوار دي اهم اسئله بتيجي في العالم في الام اس كيو. هتقسمها الرجلتين، الرجل بتاعت نفس الناحيه افتكرها فقده، قلنا الابسي لاترال افتكرها فقد الابيكريتيك اللي هم مين؟ فاين تاتش فاين بريشر، وركز على مين؟ بروبريسبشن احساسات الحركه. دي تذكرك ان وراء الخلق خالق. اللي فقد احساسات الحركه هي اللي ما فيهاش حركه، يبقى هي اللي فيها باراليس. يبقى الفاين بيفقدوا على السيم سايد، الابيكريتيك بيفقدوا على الابسيلاتر اللي هم فاين تاتش فاين بريشر فايبريشن، افتح ودنك افتح ودنك، وبروبريسبشن احساسات الحركه على السيم سايد. يبقى هم دي ما فيش احساسات حركه على السيم سايد، يبقى ما فيش حركه على السيم سايد، تتجمع الخسائر كلها في رجل واحده. وزي قلت لك حاجه هناخدها في الترم الجاي باذن الله، في الترم الجاي، ان هذا النوع من الليجن اللي هو الابر موتور بيبقى معاه هايبرتونيا، يبقى الرجل دي تحولت لعكاز، ما بتتحركش بس هي عكاز. طب الرجل الثانيه زي الفل بتتحرك وفيها احساسات حركه، بس هتوجعني. البين والتمبرتشر ده كروت سنسيشن بيفقدوا على الاوبوزيت سايد، يبقى على الكونترالاترال هفقد الكروت اللي هم اهمهم البين والتمبرتشر. يبقى ده يا ولاد شو ذا ميرسي اوف جاد، ده البراون سيكوار سندروم. اوعى تنساه بقى، رير بس بيفهمك طب تماما، انما بتقطع نص النخاع الشوكي على نفس الناحيه الابسيلاترال تفقد الفاين سنسيشن. هم الابيكريتيك الابسيلاترال، افتكرها الابي مع الابي، الابسيلاترال تفقد الابيكريتيك اللي هم احساسات الحركه وفاين تاتش فاين بريشر وفايبريشن. وادام فقدت احساس الحركه يبقى هي دي اللي هيحصل فيها باراليس، نفس الناحيه بارالايز حاسس فيها احساس الحركه. يعني هي ما بتتحركش، احساس الحركه ايه؟ جمعنا الخسائر في رجلي، والعظمه انها بقت مخشبه كانها عكاز. خلاص؟ طب الرجل الثانيه هي بقى اللي انا معتمد عليها اللي همشي بيها. طب ما هتتعب، هي بقى اللي فقدت الكروت تملي على الكونترا، السي مع السي، كروت على الكونترا اهمهم البين والتمبرتشر. انما تعالى نقولها بقى عشان ناخد الفول مارك. يبقى لما يجي لك سؤال براون سيكوار سيندروم، حب النظام قوي، هتقول ان في اوبوزيت سايد وفي سيم سايد. تعال نخلص من الاوبوزيت سايد. الاوبوزيت سايد بيلو ذا ليفل هفقد الكرود، الكرود على الكونترالاترال بفقد الكرود اللي اهمهم البين والتمبرشر، كرود على الكونترالاترال اللي هم البين والتمبرشر.
نيجو ان ذا سيم سايد، هي دي بقى اللي فيها ثلاث مستويات اباف وات وبيلو. طبعا اهمهم برضو بيلو، اباف اوعى تنسى اباف في هايبر، اباف في هايبر الجيزيا لان في ريتيشن الاعصاب فوق. طب ات ذا ليفل حته محدوده لا فيها احساسات من الكورسبوندينج ديرماتومز، اتهرست نص السيجمنت دي، فالاحساسات اللي جايه مش هنحسها من الكورسبوند، والعضله الوحيده اللي سبلاي دي بالسيجمنت دي هتتشال، لوور موتور نيرون ليشن، اللور موتور نيرون بتاع ولد شال. طب نيجي بيلو بقى، هي دي اهم واحد، بنفقد مين؟ الدسين في الابيكريتيك بيفقدوا على الابسي لاترال سايد، اللي هم فاين تاتش فاين بريشر وفايبريشن، واهم واحده بقى البروبريسبشن احساسات الحركه. فالعظمه اللي انت ما كنتش عارفها هنعرفها في الترم الجاي، ليها رسومات رائعه، ان الباراليسس بيحصل في نفس الناحيه اللي فقد احساسات الحركه، هي اللي هتفقد الحركه ويحصل لها باراليسس، ونوع الباراليسيس ابر موتور، انت قاطع الابر موتور نيرون مش قاطع اللور، ده اللور موتور نيرون، انت قاطع لها الابر، في الابر بيبقى فيها هايبرتونيا اتحولت الى يعني حاجه خشب تعجز عليها. ايه العظمه دي؟ يبقى مره اخرى it showed the mercy of God من حيث تجميع الخسائر، لا حركه ولا احساس حركه في نفس الناحيه. طب هتعمل الناحيه الثانيه هتوجعني، ففقدت البين والتمبرتشر. فادي ملخص اللي بيجي بقى في البراون سكوار والرسمه دي، خلاص مش التفصيل اللي قلناها قبل كده. يبقى الابسيلاترال فقدت الحركه واحساسات الحركه، بارالايز والبروبيسبتيف لوس، جمعنا الخسائر، لا في حركه ولا في احساسات حركه، ومخشبه عشان تبقى كما العكاز. طب هستخدم رجل الثانيه هتوجعني، الكونترالاترال فقدت فيها الكروت سنسيشن اللي اهمهم البين والتمبرتشر. اما ادى ليفل فدي حاجه تافهه جدا، قلت السيجمنت هنا اتهرست، لا في احساسات في الحته دي ولا العضلات اللي سبلاي دي شغاله، مش اي قيمه فوق. اذا عاوز تعرف في شويه هايبرالجيزيا، ادي القصه. لاست بيج، اخر بيج يا ولد واسهل بيج. نيجي نطلع بقى من السبانال كورد اللي هو الحته كبيره، ندخل على البرين ستيم ليجن. خد بالك بقى في البرين ستام كل الناس عملت كروسنج، اهي الكرود عمل كروسنج في السباينال كور تحت، والفاين عمل كروسنج في المضله اللور مضله اهو. يبقى باي ذا واي باي ذا تايم وصلنا البرين ستام كان كل الاحساسات عملت كروسنج. يبقى لو قطعت البرين ستام هنا هيحصل ايه بقى؟ في وان سايد هفقد لوس اوف اول سنسيشنز اون ذا اوبوزيت سايد، فاين وكرود كل الاحساسات على الاوبوزيت سايد. وقلت ده فيري رير ليجن، ليه؟ لان البرين ستيم صغير جدا بالنسبه لطول البرين سبان كورد، ورقم اثنين ان بوسيبل الليجن ده ياخد لك الريسبيراتوري سنترز او الكاردوفاسكولار سنتر وموت، يعني مفيش عين اساسا هيتكلم عليه. انما هو ملخصه البرين ستيم ليجن تاثيره ايه على الاحساسات، وعاوزك تعرف ان باي ذا تايم وصلت البرين ستيم كان كل الناس عمل الكروسنج، الكرود في السبانال كورد والفاين في المضله. يبقى ده في السبان كورد وده في المضله، يبقى ما تقطع هنا هتفقدهم كلهم على الاوبوزيت سايد. طيب نيجي اللي بعدها، ثالاميك سيندروم، برضو حاجات رير. قلنا when we are talking about pain we are talking about C fibers pain، when we are talking about severe pain we are talking about ثالاميك سيندروم. برضو خد بالك باي ذا تايم وصلنا للثالامس فوق اهي، عشان نرجع نفس الثالامس هنا كان كل الاحساسات عامل الكروسنج، يبقى برضو المانيفستيشنز هتبقى على ايه؟ على الاوبوزيت سايد. لو ما سبت السبان كورد كله عمل كروسنج، اللي عمل في السبان كورد عمل، واللي عمل في اللور مضله عمل، يبقى كلهم عملوا كروسنج بقى، يبقى كله هتفقده على الاوبوزيت سايد. ايه الكوز بتاع الثالاميك سيندروم ده؟ فاسكولار ليجن، في ارتري في المخ اسمه بوستيرور سيريبرال ارتري بيغذي الثالامس، بيطلع منه حاجه اسمها ثالاموجينيكليت برانش، مش مهم ده تعرفه. المهم حصل نزيف او حصل جلطه في البوستيرور سيريبرال ارتري، ده الكوز. طب ايه الريزلتس؟ باز نيوكليوس موتور ونيوكليوس سنسوري. السنسوري هي البوستيرور نيوكليوس اللي هي الثيرد اوردر نيرون لكل الاحساسات، فاكر كان الثيرد اوردر نيرون بتاع كل الاحساسات موجود في البوستيرور نيوكليوس اوف ذا ثالامس، ونيوكليوس موتور اللي هي الفنترولاترال نيوكليوس اوف ثالامس اللي هي
بتعدي منها السيريبيلم بيتصل بيها عن طريقها بالسيريبال كورتكس. يعني السيريبيلم بيتعاون في الحركات مع الموتور كورتكس مرورا بمين بقى؟ الفنترولاترا نيوكلس والثالامس. لان الثالامس دي يا اولاد انا بحب اقولها دي السكرتاريه بتاعه الكورتكس. يعني هي اي سيجنال طالع اي سيجنال رايح لازم يعدي على الثالامس. هنا لسوء الحظ بقى الارتي ده البوستيريور سيرب ارتي لما حصل فيه نزيف او حصل فيه جلطه على وجه التحديد في الثالاموجينيكوليت برانش بوظ المكتب السكرتاريه بتاع الموتور اللي هو الفنترولاترا، فالسيربيلا ما بقاش عارف يشتغل لانه مش عارف يتصل بالموتور كورتكس، وبوظ اهم سنسوري نيوكليس اللي هي الثيرد اوردر نيورون بتاع كل الاحساسات من الاوبوزيت سايد اللي هي البوستيريور نيوكليس. يبقى عليه تتوقع ايه الايفكتس؟ حب النظام موتور السيربيلم انتهى، يبقى في سيربيلر اتاكسيا انها. طب وكمان مفيش احساسات في رجل ما فيهاش احساسات خالص، يبقى في سنسوري اتاكسيا، يبقى في اتاكسيا على الاوبوزيت سايد من انهي نوع بقى؟ الميكسد. لان انت السيربيلم فقد اتصاله بالموتور كورتكس يبقى كان السيربيلم مش هيشتغل، يبقى كان في سيربيلر اتاكسيا، وفي رجل ما فيهاش اي احساسات يبقى كان في سنسوري اتاكسيا. يبقى سيربيلر وسنسوري اتاكسيا تبقى ميكسد اتاكسيا بس على الاوبوزيت سايد. طب نيجي السنسيشنز، هفقد all sensations على opposite side، كرود وفاين وكله زي البرين ستيم، كل sensations على opposite side. بس فين المصيبة بقى اللي قلناها في أول الحصة؟ الثلاميك pain اللي هو قلنا بيبقى ال pain threshold is high، أشكك بدبوس مش حاسس، أزود الشكة تحسها أزيف إبولت، ال pain obeys all or none. والعين عنده secondary hyperalgesia ومعها اللودينيا اللي قلنا spontaneous burst of severe pain، spontaneous bouts of severe pain، spontaneous bouts of severe pain. قلت even البريز النسيم يديك ألم رهيب، شم حاجة تدوق حاجة اللودينيا، وما أدراك ما اللودينيا. ده الثلاميك سندروم. يبقى الثلاميك سندروم نقوله تاني، سؤال نظري مهم، خد بالك من اول ما سيبنا البرين ستيم اهي فين الجمله اهي كله على الاوبوزيت سايد، اديك اللون الاصفر الجميل بتاعنا اللي اكتر لون بنشوفه اهي اوبوزيت سايد اوبوزيت سايد. ايه الكوز؟ اتقفل الثلاموجينيكليت اللي هو برانش من بوستيرو سيريبرال، سواء حصل فيه ثرومبس او حصل فيه امج. اللي باظ حاجه موتور وحاجه سنسي، الموتور نيوكلس اللي بتوصل السيريبيلم بالموتور كورتكس اللي هو اسمها فنترولاتر، هناخدها الترم الثاني هناخد الكلام ده كله ما تقلقش، ده سابق لعهد. واهم سنسور نيوكلس اللي هي الثيرد اوردر نيورون فور اول سنسيشن اللي هي البوستيرو نيوكلس. يبقى توقع الايفكتس ايه نمره 3؟ راجل منظم، يبقى بواسطه موتور نيوكلس سنسور نيوكلس، يبقى في موتور وفي سنسوري ايفكتس. الموتور اتاكسي، انهي نوع للاوائل؟ ميكسد تايب. السيريبيلم مش شغال يبقى في سيريبيلم اتاكسي، مفيش احساس في نص الجسم هيمي انيثيزيا يبقى سنسوري اتاكسي. الاثنين مع بعض سيريبيلر وسنسوري تبقى ميكسد اتاكسي بالاوبوزيت سايد. بعدين السنسوري لوس اوف اول سنسيشن على الاوبوزيت سايد، حتى يسموها هيمي انيثيزيا، فقدان الاحساسات في النص، هيمي يعني نص، ان يعني لا، اثيزيا يعني احساس. فين المصيبه؟ مش دول في الثلاميك بين خدناه في الاول، ان البين ثريشولد هاي، لكن وانس تخطيت الثريشولد شكت الدبوش كانها رصاصه وبيز اول اور نون لو، واي لمسه ابو لمس هايبر الجيزيا، وقلع منها الالودينيا اللي هي سبونتينيوس باوت اوف سيفير بين. طبعا نوع الهايبر الجيزيا ايه؟ اوعى تنسى سكندري هايبر الجيزيا. يبقى راجع اول حس. اخر حته كورتيكال ليجنز قلناها قبل كده برضو، على فين يا ولاد؟ على الاوبوزيت سايد. من ساعة ما سيبنا السباينال كور كان كله عمل كروسينج، سواء في المضلة او في السباينال كور، الكرود في السباينال كور والفاين فوق. لو بقص سوماتيك سنسور اريا نمبر 1 دي بتستقبل مين؟ تعال نقول بتستقبل الدورسال كولم، الفاين سنسيشنز كلها بتطلع في سوماتيك سنسور اريا نمبر 1، وبتاخد انضف ما في الكرود اللي هو مين بقى؟ من التمبريتشر
كانت بتتشال على السي والاي دلتا، فبتاخد اي دلتا اللي هي يعني نص التمبرتشر، والبين معظمه على السي ما بيطلعش كورتكس، وشويه قليلين قوي قوي على الاي دلتا، يبقى اللي هيتاثر البين سلايتلي افكتد بتاع الاي دلتا اللي هو قليل قوي، اللي هو بيطلع الكورتكس يعمل لوكاليزيشن، هيبقى البين بورلي لوكالايزد. يبقى لما يقول لي لو باظ السوماتيك سنسو ايريا نمبر 1 هيحصل ايه؟ اقول بادي انزيبيت، فين الجمله الاساسيه اللي هي وباللون الاصفر كل مره الاوبوزيت سايد، هفقد ثلاث حاجات: loss of all fine sensations اللي هم مين؟ تقول بقى fine touch، fine pressure، لما تقوي الفاين تاتش يبقى fine pressure، اهي حتى قلتها لكم، fine touch تقويه يبقى fine pressure، تكرره يبقى vibration، واحساسات الحركه البروبريسبشن ثلاثه: sense of position، sense of movements، والsense of rate of movements. والfine touch تقول مين الاربع انواع: tactile localization، tactile discrimination، texture of material، and stereognosis. تكتب الرصه دي، رصه طويله قوي بس كلها معروفه: احساسات الدورسال كولم، fine touch، fine pressure، vibration، وproprioception. طيب والfine touch اربع انواع: tactile localization، tactile discrimination، texture of material، ملمس الماده، والستيريوجنوزيس تعرف على المجسمات. طب والبروبريسبشن انك تعرف صباعك فوق صباعك تحت، سنس بوزيشن، وانت بغض كل ده طبعا، صباعك ثابت او بيتحرك، سنس اوف موفمنتس، صباعك بيتحرك ببطء ولا بيتحرك بسرعه، ريت اوف موفمنتس، حتى قلنا دي الوحيده اللي كانت رابي الاداب. طيب وبعدين من التمبرتشر، التمبرتشر لان نصها على السي ونصها على الاي دلتا تبقى مودريتلي افكتد، بينما البي على السي، البين اسف على على السي ثم السي ثم السي وشويه قليلين على الاي دلتا، عشان كده سلايتلي افكتد لانه اساسا على السي اللي ما بتطلعش الكورتكس، لا تاثر بتاع الاي دلتا بس، يبقى بورلي لوكالايزد. طيب لو عملت بوظان في السوماتيك اسوشيشن اريا برضه على الاوبوزيت سايد هيحصل ايه بقى؟ استيريوجنوزيس، يعني اما احط في ايدك مفتاح وانت مغمض عينيك طبعا واقول لك ايه ده لو باظ السوماتيك اسوشيشن اريا، تقول لي ساقع، ساقع، يبقى بتحس كل احساس على حده، قوي، معدن قوي، مشرشر، مشرشر، طب ايه ده؟ مش عارف تجمع ان دول مع بعض يبقوا مفتاح، مش عارف تتعرف على المجسمات، استيريوجنوزيس، يعني نو، ستيريو يعني مجسم، جنوزيس ريكوجنايز، inability to recognize an object in the hand with both eyes closed. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرض. أنت ما بتمسك حاجة في إيدك بتعرفها على طول لأن السنتر سليم، بس لها سنتر، لها نعمة من الله. طيب amorphothenthesia، يعني لو غمضت عينيك في الناحية الأوبوزيت سايد، لو برسم لك حرف على إيدك او بكتب لك رقم، مفروض كل واحد فينا جرب كده، غمض عينيك وخلي واحد يكتب لك رقم هتقراه على طول، لانك بتجمع مش بتحس تاتش كل ريسبتور لوحده، بتجمع الريسبتور دي مع بعض، عملت 3، عملت 4، عملت 5، يبقى the patient does not feel or and ignore. انا اسف، انا قلت حاجه تاني، انا بتكلم عن اجرافيثيزيا، اسف، اجرافيثيزيا، جرافي يعني ترسم، اجرافيثيزيا اهي، يبقى هنقولها اللي هي difficult to recognize written number or letter traced on the skin. ما هو جراف يعني رسمه، اجراف يعني ما مش عارف الرسمه، اجرافيثيزيا يعني مش حاسس باللي بيترسم على ايدي، يعني نو، جراف يعني رسمه، الثيزيا يعني احساس، difficult to recognize written number or letter على السكين. طب ثالث واحدة معلش احنا يعني عملناها بالعكس، amorphothenthesia، مورفولوجي يعني شكل يا ولاد، كل واحد عارف شكل جسمه كده، حتى انت بغمض عينيك حاسس جسمك شكله ايه، انك تخين رفيع، كتافك فين، رجليك فين، لما تبوظ الليجن دي the patient ignores the opposite half of his body، يعني بينسى نص جسمه، مش مربط نص جسمه اللي هو الاوبوزيت هاف، بحيث يجي يعدي من باب يفوت نصه بس يتهقله انه هيعدي، ما هو مش حاسس نص التاني،
ياخد شاور حمام، لو مش باصص في المراية يلاقي نفسه بينشف النص اللي هو مربطه في ذهنه، وبعدين بعد ما يتلفت على المراية يبص يا نهار ابيض ده نص جسمي التاني ما نشفتوش خالص. يبقى ذا بيشنت اجنورز الاوبوزيت هاف اوف هيز بادي، يعني مش عارف يرسم شكله جوه مخه. مورفولوجي يعني شكل، تنفيذ يعني رسم، مورفوثيزيا يعني ما بيرسمش شكله جوه مخه. يبقى تاني لو باظ السوماتيك اسوشيشن اريا هيحصل لي ثلاث حاجات. اوعى تنساهم. نو استيريوجنوزيس عدم التعرف على المجسمات. اجرافيثيزيا عدم التعرف على الحروف والارقام لما تتكتب على ايدي. جراف رسمه. امورفوثيزيا يعني او ثنثيزيا، امورفوثنثيزيا مش عارف هنا ثنثيزيا بقى اخلق، مش بس احس، اخلق شكل جسمي في السيربال كورت، ابقى حاسس كده بخلقتي واخده قد ايه. The patient ignores the opposite half of his body، يحاول يعدي من مكان يفوت نصه بس، يستحمى ياخد شاور ينسى ينشف النص اللي هو اللي الاريا بتاعته مقطوعه. يبقى استيريوجنوزيس امورفوثنثيزيا اند اجرافيثيزيا، ده الليجن في السوماتيك اسوشيشن اريا. دي كانت الامراض بتاعه الجهاز العصبي السنسري. وكده يا اولاد نبقى خلصنا السنسري بارت اوف ذا سي ان اس، وهو حاجه معتبره جدا. ولا تنسى المعلومه اللي بقولها لك اللي هي مهمه جدا، معظم الليجن في السباينال كورد، فانت في السباينال كورد لو قطعت التراكت هتفقد الكرود على الكونتراترال سايد، سي مع السي اوعى تنساها دي، لانما هتفقد الابي كريتيك على الابسي لاترال سايد، الابي مع الابي. بعدين في عجاله بس عاوز اقول شويه نقاط صغيره يا اولاد، صغيره جدا، ما تلخبطش مكان الليجن. الهيربس زوستر بيبقى الليجن في الدورسال روت جانجليون نفسها بتاعت السيرفايكو ثوراسيك، عشان كده بتيجي في النيك وفي الثوراكس. التيبس دورساليس من اسمها دامج اوف ذا دورسال، دورسال روت، روت سنترال تو ذا جانجليون، سنترال تو ذا جانجليون والدورسال كولاب، ده التيبس دورساليس تبقى عارف. في السرينجو مايليا بتبقى عباره عن سيست في السباينال كورد اهو في النص بالظبط جنب السنترال كانال في السيرفايكو ثوراسيك، لان طبعا قلنا التيبس دورسالس في اللامبو ساكرا. في البراون سيكوار انت بتاخد نص السيجمنت يعني ثلاثه تراكتس، فالكرود يفقدوا على الاوبوزيت والفاين اللي من ضمنهم احساس الحركه على السيم ومعاهم الحركه. ده ملخص القصه. من ساعه ما تسيب السباينال كورد وتطلع فوق برين ستيم ثالاموس او كورتكس كله عدى، يبقى كله على الاوبوزيت سايد. ده ملخص. اند دونت ايفر فورجيت الكرود سنسيشن على الكونترالاترال سايد، سي مع سي، بينما الابي كريتيك سنسيشن بتاع الدورسال كولم على الابسي لاترال سايد، نفس الناحيه. وكده نبقى خلصنا السنسور يا شباب، واشكركم كما هي عادتي على وقتكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. شكرا.